صباح الخير والأمل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم نهاية الأسبوع. بسعد دايما بصحبتكم كل خميس وجمعة من 9 ل 11 ونص لاستعراض أهم ما جاء في أحداث الأسبوع وأيضا كل أخبار الأسبوع سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وكمان كل القضايا التي تهم الشارع المصري والأسرة المصرية. عندنا النهاردة الحقيقة فقرات مهمة جدا ومجموعة كبيرة أيضا من التقارير. الحقيقة فقرتنا زي كل يوم جمعة وزي ما عودنا حضراتكم بنتكلم وبنحلل قراءة متأنية في أهم وأبرز أحداث الأسبوع. النهاردة موجود معانا في الاستوديو للتحليل زميلنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ بشير حسن. أما فقرتنا التالية هيكون لينا لقاء مهم جدا حول ظاهرة التنمر. أعتقد في ناس كتير سمعت عن موضوع ظاهرة التنمر في المدارس الفترة اللي فاتت ومجهودات وزارة التربية والتعليم لمكافحة هذه الظاهرة. طيب ايه هي اصلا ظاهرة التنمر وممكن تؤدي لايه؟ لان في ناس بتشوف ان ظاهرة التنمر بين الاطفال في المدارس ان هي يعني كلام عيال ولعب عيال ويعدي. الكلام ده مش حقيقي خالص. ظاهرة التنمر ممكن تؤدي لمشاكل كتيرة جدا وكبيرة جدا للاطفال، قد تؤدي ان هم يؤذوا نفسهم. هنعرف ازاي نقدر ان احنا نكافح هذه الظاهرة، ولو ابنك او ابنك جاي من المدرسة يقول ايه بالظبط تحس، يعني يقول لك انه بيعاني من هذه الظاهرة. طبعا هو مش هيقول لك انا بعاني من التنمر، هو هيحكي لك على موقف انت هتفهم ازاي ان ابنك بيعاني من التنمر او بيمارس عليه هذه الظاهرة. الظاهرة دي غاية في الخطورة، اليونيسيف كمان مهتمين بيها جدا، ومعظم المدارس في دول العالم مهتمة جدا بمكافحة هذه الظاهرة، بالاضافة ايضا الى يعني مؤسسات المجتمع المدني. في هذه الفقرة هينورنا دكتورة نوران فؤاد أستاذ علم الاجتماع، الأستاذ أحمد مصلحي المحامي بالنقض وعضو الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال، كمان هيكون معانا الدكتور عمرو يسري استشاري الطب النفسي. أما فقرتنا الأخيرة وزي ما عودناكم كل يوم جمعة بنتكلم في موضوع اجتماعي. في ناس كتير جدا بترفض يعني جواز الصالونات. جواز الصالونات يعني الجواز التقليدي او الجواز اللي هو يعني بيبقى مترتب كده من غير قصة حب ومن غير يعني ما بيبقاش فيه اي موضوع ولا اي حاجة قبل الجواز، بس بيكون بيشوفوا بقى اذا كان في قبول ولا لا. ما بيبقاش الحسابات قوي ارتياح وقبول على قد ما هي بيشوفوا الزوج ده مناسب او الزوجة دي مناسبة ولا لا. طيب عامة في ناس كتير شايفة ان زواج الصالونات ده حاجة يعني مش كويسة وبيكون سبب في الانفصال وسبب مباشر في تدمير الاسر. في ناس تانية شايفة لا، ان جواز الصالونات بينجح وانه ممكن في حالات معينة جواز الصالونات يكون من انجح يعني من انجح الزيجات. طيب هو القصة كلها ان الموضوع ملوش يعني بيبقى ليه دعوة بشوية بالخلفية التربوية بالبيت بالبيئة المحيطة سواء بالعريس أو العروسة. هنشوف مع بعض ما بين مؤيد ومعارض، هل فعلا زواج الصالونات ممكن ينجح خصوصا في الأيام دي ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه كمان مع ضيوفنا ومعاكم. لو حابة طبعا أي حد حابب أنه هو يحكي تجربته سواء عن جواز الصالونات نجح ولا لأ، أو جواز عن قصة حب ونجح ولا لأ، لأن شايفة ناس ابتدت اوريدي تبعت لنا قصص عن هذا الزواج. هيكون معانا دكتورة هبة عبد العزيز الكاتبة الصحفية بجريدة الأهرام والمتخصصة في شؤون المرأة، كمان دكتور شريف العماري استشاري العلاقات الأسرية. مستنية كل اقتراحاتكم وأخباركم، ولو حد حابب أنه هو يحكي لنا أي حاجة سواء موضوع الصالونات او في مشكله عند ولاده في المدارس في قصه التنمر، يا ريت يبعت لنا على SMS او يكلمنا على ارقام تليفوناتنا اللي قدام حضراتكم على الشاشه. كمان تقدروا تتواصلوا معنا على صفحه نهايه الاسبوع، نكتب بالعربي نهايه الاسبوع، ومستنيه كل يعني تعليقات ورسائل حضراتكم على الصفحه. طيب تعالوا دلوقتي نروح مع بعض كده لتقرير. الحقيقه هنشوف نقاط المنع من قبل الإدارة العامة للمرور لمنع صعود سيارات النقل الثقيل أعلى الطريق الدائري خلال توقيتات الحظر. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لكم مرة تانية ونهاية الأسبوع.
الحسم في التعامل مع أي مخالف لحظر سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري شعار رفعته وزارة الداخلية من خلال تعليمات مشددة للخدمات الأمنية، بخاصة نقاط الارتكاز المنتشرة على طول الطرق المؤدية إلى الطريق الدائري، تقوم بتوجيه السيارات إلى طرق بديلة وتمنع صعودها إليه في أوقات الحظر، والتي تبدأ من 6 صباحا إلى منتصف الليل لحمولة أكثر من 4 أطنان. دي نقطة ارتكاز على طريق إسماعيلية الصحراوي لمنع صعود سيارات النقل الثقيل أكثر من 4 طن على الطريق الدائري، تنفيذا لقرار حظر سير النقل على الطريق الدائري من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 12 ليلا. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة اتجاه المخالف لهذا القرار. نقاط الارتكاز هذه الموجودة على مسافات من الطريق الدائري ساهمت في منع النقل الثقيل من الوصول إليها، مما أدى إلى تحقيق انسيابية كبيرة في كل قطاعاته، مع وجود ارتكازات ثابتة لرصد أي نقل ثقيل يخترق قرار الحظر والتعامل معه. بيتم تنفيذ القرار بكل حسم، ويكاد يكون الطريق الدائري بأكمله خالي من أي سيارات نقل ثقيل بتزيد حمولته عن 4 طن، وكل ده عشان نهدف لزيادة أمان المواطن في سير المركبات على الطريق الدائري. وزي ما انتم شايفين كده هوت في سيولة تامة في حركة المرور، وان كل المواطنين يستطيعوا ان يسيروا بالمركبات بتاعتهم في امان بدون اي وجود مخاطر من سيارات النقل الثقيل. تطبيق هذا القرار مع دخول الدائري الإقليمي الخدمة كبديل يستخدمه سائق سيارات النقل الثقيل يوفر لهم الوقت أدى إلى ارتياحهم، وهو ما عبروا عنه. كما أثنى المواطنون على القرار الذي سيقلل من الحوادث التي يسببها النقل الثقيل ويحقق الانسيابية مع قرب دخول المدارس. هو موضوع الحظر ده كويس طبعا لسلامة البلد وسلامة الطلاب ودخول المدارس والكلام ده. انا لو في نقله مثلا داخل القاهره او الجيزه بعمل حساب ان انا امشي في وقت مش بتاع الحظر، يعني ابدا مثلا من 12 بالليل اخلص مهمتي واطلع قبل مثلا الساعه 6، ولو انا مثلا شغلي من هنا بطلع الاقليمي كويس بيوفر معايا وقت كويس وما بيستهلكش العربيه وما بيخلينيش استهلك فرامل كتير. والله ده احسن قرار ممكن يتاخد، لان انا ولادي احنا في الشروق وولادي مدارسهم في التجمع، وكانت مشكله بصراحه كنت على طول ببقى لقينا لما بيركبوا الباص بسبب الحوادث اللي حصلت قبل كده عشان عربيات النقل. يا ريت النقل ما يكونش موجود في الطرق اللي فيها عربيات ملاكي واطفال والكلام ده كله خالص، احنا بنترعب لما بنشوفها اساسا. انا بشوف كمان دايما بيبقوا موجودين الصبح بيوقفوا فعلا عربيات النقل، الطريق اسلك بكتير. تعالوا بقى نروح لوزارة التعليم العالي، وأكد دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التعليم في مصر ورفع مستوى خريج الجامعات المصرية بما يواكب طبعا مستويات خريج الجامعات العالمية، تم إجراء اختبار إلكتروني معرفي موحد لطلاب كليات الطب لقياس قدراتهم. والكلام ده كان في فعاليات الاحتفال بتكريم الوزير الطلاب المتفوقين في المسابقة المركزية للاختبار المعرفي الإلكتروني الموحد لطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية، كان عددهم 40 طالب وطالبة. نشاهد. هو الهدف من المسابقة أولا إن احنا نقول إن احنا ممكن نعمل امتحان موحد على مستوى الدولة كلها في تخصصات، خدنا تخصص الطب على سبيل المثال وخدنا 5 جامعات ممثلة القاهرة والصعيد والدلتا والقوات المسلحة وجامعة 6 أكتوبر الخاصة، وقلنا إن احنا عايزين نعمل امتحان نقيس بيه كل المخرجات بتاعت التعليم في يوم واحد في لحظة واحدة، وهم الولاد بيمتحنوا على الكمبيوتر مفيش أي عامل بشري في الموضوع بمستوى عالمي، يعني البنك الأسئلة محطوط علشان يقيس قدرات فعلية للطالب على كأنه بيمتحن في أي حتة في العالم. بس احنا اللي عاملين، احنا اللي مصرين هذا الموضوع، احنا الاساتذه بتاعتنا والكليات بتاعتنا هي اللي عملت بنوك الاسئله بالمعايير العالميه، واحنا نستطيع نعمل كده. الهدف من المسابقه ان يكون في مقاييس موحده لكليات وامتحان يعني طلاب كليات الطب، لان المناهج مختلفه القدرات مختلفه، فاحنا عايزين يكون في هويه موحده لكل هذه الامتحانات اللي نقدر بيها
نقيس مستويات الطلبة، ويمكن للطالب المصري ان هو ينافس على المستويات الدولية. والمسابقة ان شاء الله هتتوحد في المستقبل بالرعاية الدائمة والإشراف المستمر من وزارة التعليم العالي والسيد وزير التعليم العالي. المسابقة اللي أقيمت في 15 أغسطس مسابقة يعني أول مرة تتعمل، وفكرة جميلة جدا كانت بتوجهات من سيادة الرئيس للسيادة الوزير والتعليم العالي ولجامعات مصر كلها، وهي اللي احنا عايزين نعرف احنا كل واحد فينا بيقول له بيبذل اقصى ما جهده بيطلع بيعمل طالب بيعلمه احسن تعليم ممكن في الطب. والحقيقه التعليم الطبي في مصر متميز برغم كل الصعوبات اللي مرت في السنين اللي فاتت، هو ما زال متميز وبيطلع منتج يقدر ينافس في كل حته في العالم سواء على مستوى المنطقه ومستوى العالم. وانا مش بقول كده عشان متحيز عشان انا عميد كليه الطب، لكن دي الحقيقه. هو الاختيار كان عشوائي، اختاروا جامعه من الدلتا المنصوره وجامعه من القاهره عين شمس وجامعه من الصعيد اسيوط وجامعه خاصه ل 6 اكتوبر وكليه الطب القوات المسلحه، واختاروا 100 طالب من كل كليه علشان يختبر اكتر من حاجه، منها الاستعداد للامتحانات القوميه اللي هتحدث بعد كده في مجال الطب. وكانت تجربه مفيده لنا جدا، بتختبر امكانياتنا وبتختبر الطلاب بتاعنا، وخاصه ان الاختبار كان في معارف او علوم 3 سنوات وليس سنه واحده. بنكرم اوائل الاول 40 بشهادات تقدير ومكافآت مالية، وإن شاء الله دي تبقى البداية إنه يبقى عندنا معايير تقييم معترف بها عالميا recognized وaccredited من مؤسسات التقييم العالمية. ومن ودي بداية إن إحنا زي ما سيد الرئيس قال إن إحنا نحط مصر على سلم الدول المتقدمة في التعليم. المسابقة تم الإعلان عنها في الكلية عندنا، تعلق بيها زي بوستر كده والدكاترة بلغونا بيها ونزلت على جروب الدفعة وكده، والإجراءات اللي احنا خدناها جست أبليكيشن باسمك الإيميل بتاعك التقدير بتاعك الترتيب بتاعك، وكان الاختيار كان فير وكان من كل الترتيبات، والحمد لله وفقت في الاختيار وبعدين الحمد لله وفقت في المسابقه. احنا يعني في اخر شهر كده او اخر شهرين في سنه ثالثه جالنا اعلان في الكليه ان في امتحان على مستوى كليه الطب هيكون برعايه شركه مايكروسوفت، هيكون في 5 كليات مدعوين او يعني المفروض يشتركوا، منها كليه عين شمس طبعا عين شمس. فكليتنا رشحت 100 طالب منهم انا ان احنا ندخل المسابقه ديت. المسابقه كانت ان اللي هيبقى فيه امتحان شامل للثلاث سنين الاولى في الدراسه اللي هو السنين الاكاديميه في الطب اللي هي تبقى تسبق السنين الاكلينيكيه. فطبعا انا وافقت لان انا كان ليا خبرات قبل كده في مسابقات بس داخليه كده مع الكليه ويعني حاجات صغيره، فانا كنت مبسوط ان انا اخش في حاجه كبيره اقدر ان انا اجمع بيها المعلومات اللي درستها في اول 3 سنين. هو الامتحان في المجمل كانت اسئلته كويسه جدا، ما كانش فيه اسئله يعني مستوى صعوبه عاليه او كده، كان في اسئله فيها شويه تفكير بس كان معظم الاسئله كان كويسه. بس هي المشكله بس في ان انت تفتكر او تتذكر المعلومات المتعلقه بالثلاث سنين. هو السنه الثالثه اللي احنا طالعين منها دي ما كانش فيها اي مشكله عشان احنا لسه مخلصين امتحاناتها من شهرين، بس اولى والثانيه في الاناتومي والفيسيولوجي مواد كبيره ومواد المحتوى العلمي والمعلومات بتاعتها ضخمه، يعني كان محتاج اللي انت تقعد تراجع لها فتره اكبر، خصوصا اللي احنا سايبينها بقى لنا 2 و3 سنين بالنسبه الاولى والثانيه. دلوقتي بقى وقبل ما نروح لفقرتنا الصحفية وهيكون طبعا لنا لقاء مع الكاتب الصحفي الأستاذ بشير حسن، خلينا نشوف مع بعض كده تقرير عن الراحل حسن فايق. أحسن تعليق سمعته عن حسن فايق إنك لما تشوف صورته تسمع ضحكته. حسن فايق من أكبر فنانين الكوميديا في مصر والعالم العربي، اشتهر من خلال أدوار كوميدية كتيرة جدا، اشتغل في مسرحيات كتيرة جدا زي حكم قرقوش والدنيا لما تضحك وستات ما يعرفوش يكذبوا، ده على المسرح ولا 5 طبعا، واشترك كمان في بطولة يعني عشرات الأفلام، أشهر أفلامه أم رتيبة، زوجة 13، ليلة الدخلة، سكر هانم، العقل والمال، لعبة
الست وغيرها من الافلام اللي لحد دلوقتي احنا بنعتز بيها. حسن فايق صاحب اشهر ضحكه وكان اسمه ابو ضحكه جنان لحد يعني كل الناس كانت مسمياه بهذا اللقب، وكان بيسعدنا كلنا بخفه دمه وببساطته في الاداء. اصيب حسن فايق بالشلل فجأة وهو قاعد على القهوة وفضل يعاني من الشلل لمدة 15 سنة. طبعا ده كان جراء هبوط حاد جاله في يوم زي النهاردة 14 سبتمبر سنة 1980، وانتقل إلى ربه في هذا اليوم. والنهاردة إحنا نهاية الأسبوع بنحتفل أو بنحيي عفوا ذكرى الفنان الراحل حسن فايق. صاحب أشهر وأجمل ضحكة في تاريخ السينما، استطاع بأدواره المميزة التي جسد فيها شخصية الرجل الطيب خفيف الظل والساذج في بعض الأحيان أن يحفر اسمه في تاريخ السينما كأحد أهم نجوم الكوميديا على مدار تاريخها. إنه الفنان حسن فايق. لا جميل قوي الشقة دي، وبار كمان. يا خلبوص. ولد بمدينة الإسكندرية عام 1891، وعمل بائعا في إحدى محال ملابس السيدات بعد حصوله على الشهادة الابتدائية. بدأ احتراف التمثيل وهو في سن 16 من عمره مع فرقة للهواة، وذلك في أعقاب وفاة والده والذي كان رافضا لعمله بالفن، ليقدم مع روزا اليوسف رواية فران البندقية. بعد ذلك انضم إلى فرقة عزيز عيد، ثم تركها ليقوم بتكوين فرقته، وافتتحها بمسرحية من تأليفه بعنوان ملكة جمال، وبدأ إلقاء المونولوجات الفكاهية، وكان يقوم بتأليفها وتلحينها. حاجات فارغة بتسميها حاجات فارغة يا بني آدم يا وخم، يا بدمك أسقع من إزازة الكاتوزة، حاجات فارغة يا روح. عمل مع فرقة رمسيس وجورج أبيض ونجيب الريحاني وإسماعيل ياسين وفرقة التلفزيون المسرحية، وكان له دور كبير في ثورة 19 من خلال المونولوجات الساخرة من الاستعمار الإنجليزي والتي كان يلقيها وهو محمول على الأعناق لتلهب حماس المتظاهرين. وحينما مرض أرسل إليه سعد زغلول ليعود ويلقي مونولوجاته في الجماهير. ثلاثة عطباجية عايشين بلطاجية، عاملين رباطية وعايزين يكبشونا. كان فايق من أوائل الفنانين الذين عملوا في السينما منذ بدايتها، فبدأ مشواره السينمائي من خلال فيلم أولاد الذوات، ثم قدم بعده بثلاث سنوات فيلم عنتر أفندي. أطفي النور. حاضر يا روحي. طب اشتغلي كده من الصبح. أطفي النور. أما الفيلم الثالث الذي اشترك به فهو فيلم بسلامته عايز يتجوز، وحقق فيه نجاحا كبيرا وبدأ الجمهور يعرف اسمه. توالت أفلامه بعد ذلك. ألو ألو، سعادة صابر باشا عبد الصبور وزير الأوقاف الأسبق. أيوة أنا صابر باشا. مكالمة شخصية من مصر يا فن. أيوة خليك معايا. معك. خليك معايا. أيوة معاك معاك. خلال مشواره السينمائي قدم عشرات الأفلام مع كل نجوم السينما في تلك الفترة، وبرع في أدوار الكوميديا وخاصة الأدوار الثانية مع الفنان الكبير إسماعيل ياسين. بلاميهو، هو الجواز لذيذ بالشكل ده؟ أمال كلمة جواز يعني كل شيء في الدنيا. شيل الألف تبقى جوز، ولوز وعين جمل وفزده. شيل الألف والجيم تبقى وز، وفراخ وحمام وبك. شيل الالف والزين تبقى جو، منعش ولطيف ويرد الروح. شيل الالف والجيم والزين تبقى واو، يعني واو. من اعماله السينمائية ايضا ام رتيبة الزوجة الثالثة عشر. يعني لما الواحد بيصحي عايدة مش بتجري على الشباك عشان ترمي نفسها منه؟ هي عملتها فيك الخنزارة. يا عم ارجوك قولي الحكاية ريحني. ليلة الدخلة، عريس الهنا، ولعبة الست، والعيش والملح، وأمر 14، وحسن ومرقص وكهينة، وإسماعيل ياسين في جنينة الحيوان، وسكر هانم، وخطيب ماما، وشارع الحب. نهارك اسود، رصاصتين في دماغك، ولابس جلابيتي كمان، رصاصتين في قلبك، وطرطوري، أنا هفرغ فيك الست رصاصات، اتشاهد على روحك، اتشاهد على روحك.
وفي مثل هذا اليوم من عام 1980 غابت شمس عملاق الكوميديا الكبير حسن فايع الذي رسم البسمة على شفاه الملايين وحفر اسمه في تاريخ السينما المصرية كأحد عمالقة الكوميديا على مدار تاريخها بعد أن ظل يعاني من شلل نصفي لمدة 15 عاما. مشاهدي نهاية الأسبوع، أهلا بحضراتكم مرة أخرى ومعايا فقرتنا الصحفية لتحليل أبرز ما جاء في الأسبوع الماضي. منورنا في الاستوديو للتحليل كاتب الصحفي الأستاذ بشير حسن. أهلا بك يا أستاذ بشير. أهلا بك يا سماء، صباح الخير. خلينا نبتدي بالفيديو اللي شفناه من شوية. الفيديو عنوانه حتى لا ننسى، صدرت أحكام إعدام على قيادات الجماعة الإرهابية مؤخرا، تبعتها بعض التعليقات وتبعها العديد من التحليلات سواء المؤيدة لهذه الأحكام، ويعني احنا بنستغرب منها جدا لأن احنا شايفين جزء صغير جدا جدا من جرائم الجماعة الإرهابية، ولكن يعني معظم الناس خصوصا اللي يعني عانوا من هذه الفترة من بطش الإخوان وطريقتهم ويعني محاولتهم للاستحواذ على الهوية المصرية وتغييرها بيحمدوا الله على هذه الأحكام. الفيديو تعليق حضرتك ايه؟ يعني فكرك بايه الفيديو؟ لا، الفيديو فكرني لان اللقطه دي تحديدا مقتل او استشهاد اللي هو نبيل فرج، يمكن انا اول واحد نقلته وكل القنوات خدت مننا اللقطه دي لانه مات على ايد مراسل القناه، المراسل بتاعنا مات على ايده، وحتى هو راح وادلب شهادته اكتر من مره. تامر مجدي، المراسل تامر مجدي. المشهد ده لن انساه لان احنا اول ناس نقلناه، كان في حمله في كرداسه وكانت كاميرا القناه موجوده معاهم، والمشهد الوحيد اللي اتاخد اللي اتصور على الهوا هو مقتل اللي هو نبيل فرج. اعتقد مشهد زي ده، في عشرات المشاهد زي دي طبعا، يمكن الحكم اللي صدر يشفي غليل كتير جدا من أسر الشهداء. وشفنا زوجة نبيل فرج وبتكلم. أنا بس كنت عايز كمان يعني لو نعرض المشاهد دي ونعرض رد فعل أسر الشهداء كمان أياميها كان إيه. من يومين توفى أحد اللواءات اللي مشهود ليهم بالكفاءة، ابنه كان أول ضابط شرطة يموت في أحداث يناير. كان أول ضابط شرطة يموت في السويس في أحداث يناير. تمام. مات على إيديهم برضو. المشاهد ده واحد من آلاف المشاهد اللي احنا يعني حتى في رابعة اللي بيتكلموا عنها كان أول لقطة اتخذت، كنت أنا برضو كانت الكاميرا بتاعتي اللي وحدها برضو، وكان مات فيها أحد الضباط. تمام. يعني مشاهد كتير جدا عمرنا ما هنساها وهتفضل في الذاكرة على طول، وأنا أشكركم هنا ان انتوا بتنعشوا ذاكره الناس بمثل هذه المشاهد، لان احنا بننسى احيانا. صحيح. المشاهد دي لازم نفتكرها كل شويه وكل فتره، علشان اللي معترضين على احكام الاعدام، اولا مفيش حد اتكلم من مصر، حتى اللي اتكلموا من مصر معروف اتجاهاتهم ايه على احكام الاعدام. ثانيا، مجلس القومي لحقوق الانسان طلع بيان من كام يوم يرد بيه على المفاوضات على الامم المتحده، لما طلعوا بيان معترضين فيه على احكام الاعدام، فقالوا ده حكم لسه فيه اجراءات تقاضي كتير جدا. وانا بصراحه كمان حتى البيان بتاع اللي صدر عن المجلس القومي لحقوق الانسان في نوع من يعني من الليونه قوي كده. انا مش عارف ليه ان دي مش حكم نهائي. لا، وحتى لو حكم نهائي ايه المشكله؟
يعني احنا حضرتك قلت نقطة مهمة جدا. حضرتك قلت احنا بننعش ذاكرة الناس باللي حصل ده. خلي بالكم احنا بنتفرج على الكلام ده وغيره من جرائم الجماعة الإرهابية, ولدقيقة واحدة بس نحط نفسنا مكان أسر هؤلاء الشهداء. حط نفسك مكان أسرة اللي هو نبيل فرج اللي استشهد قدام عينينا كلنا وغيره من الضباط, سواء في يعني لحد دلوقتي لحد اللحظة دي يا فندم. يعني احنا مهما عرضنا ومهما تكلمنا مش هنقدر نعرض كمية التضحيات اللي حصلت قصاد هذه يعني ردا على هذه الجرائم. احنا كنا بنتعرض لكل انواع الجرائم الفكريه وجرائم العنف, سواء العنف الجسدي او العنف الفكري او العنف يعني كل انواع الارهاب في سنه حكم الاخوان. يا ريت يا استاذه مها تاكدوا يعني تشتغلوا بالقاعده دي ان كل يوم زي كده تعرضوا حاجه عشان الناس ما تنساش, وعشان لسه احنا يعني اصل احنا مشوارنا طويل مع الاخوان. الاخوان مش هيخلصوا دلوقتي ولا بيخلصوا. احنا الهجوم اللي صدر من الخارج على احكام الاعدام دي بتاكد. بص حضرتك هنا مثلا في يعني ده هنا بيرمي الناس او وكان بيرمي الاطفال من على اسطح في اسكندريه. دي حادثه اسكندريه. حد ينسى المشهد ده؟ استحاله طبعا. حد ينسى الكلام ده؟ حد ينسى حرق المجمع العلمي؟ حد ينسى اللي حصل في كرداسه ولا اللي حصل في رابعه والبهدله اللي الناس كانت شايفاها سواء من الحوادث او من القتل اللي كانوا بيعملوه؟ يعني ادي الكنائس وتفجير الكنائس يا استاذ بشير. طبعا. احنا بس بنحاول ان احنا يعني نفكر الناس, عشان بس حد يقول لك اصل حكم اعدام ومش حكم اعدام, امال المنتظر يكون حكم ايه على اللي قتل ولادنا وقتل اخواتنا؟ لا, وشوفي كمان اللي فجروا في الكنائس في وقعة المنيا الاخيره عملوا ايه؟ استخدموها ان دي فتنه طائفيه, ده برضو اعلامهم. استخدموها ان دي فتنه طائفيه و و و ونسيوا حاجات مهمه جدا. يعني انا وهم بيتكلموا كده انا روحت البيت لقيت انا اربع بنات فتيات مسيحيات قاعدين مع بناتي في البيت وبيتين معاهم كام يوم. لقيت النائبه فايقه فهيم في محافظه الشرقيه تبرعت بفرش مسجد فرش مسجد لقريه اسمها الحصه في محافظه الشرقيه. تاني يوم لقيت حد في المنيا رجل اعمال في المنيا تبرع بارض لبناء مسجد. شوفي هم بيستثمروا كل حاجه, كل شيء بيستثمروه, حتى الهجوم الكتاب اللي طلع لكاتب امريكي وودورد بيتكلم فيه جملتين عن الرئيس السيسي. والله لو طفل في حضانه وقف قدام الجملتين دول ما يصدقوا. يعني هل الرئيس السيسي اللي تحدى العالم كله وتحدى اوباما في عز يعني في عنجهيته في عز عنجهيه اوباما وجلياطه اوباما وتكبره اللي تحداه وقلب موازين اللعبه كلها يطلب ترامب يقول له التحيات دي موقفك منها ايه وهتطيح بيك ولا لا وانا موقفي بعدك يعني ايه الكلام ده؟ ده ما يقولوش رئيس واحده محليه. حضرتك ليه ما تفسر توجهات هذا الكاتب؟ يعني بوب وودورد كان صاحب على فكره هو كاتب يعني امريكي, لا كاتب تقيل وكاتب له تاريخ ومشهور وليك عده كتب. بوب وودورد كان صاحب تفجير فضيحه ريتشارد نيكسون. ده صحيح. واطاح بيه عن طريق بالظبط. لكن ده لا يعني ان انا اتوقف حتى يعني اتعقل امور شويه. جمله جت على الرئيس السيسي, هو الرئيس السيسي هيطلب ترامب يقول له انا هعمل ايه بعدك والموقف هيكون انت هتمشي ولا لا؟ في رئيس دوله يطلب رئيس دوله يقول له انت هتمشي ولا لا؟ سذاجه يعني. وهتسدي الي بايه بعد ما تمشي؟ طبعا ده كلام فارغ وكلام غير دقيق بالمره, وهو نفسه ترامب نفى الكلام ده, والبيت الابيض نفى الكلام ده, وهنلاقي وربما نلاقي جمل ثانيه لازم نتوقف قدامها, لان اللي بينشر الكلام ده الواشنطن بوست, والواشنطن بوست تاريخ طويل جدا وحافل مع الرئيس السيسي. يعني حتى الان بيتكلموا عن ثوره 30 يونيو على انها انقلاب, اتكلموا عن الرئيس السيسي بكل بجاحه واتهامات. هاتي 2016 2017 2018 شوفي قالوا ايه الواشنطن بوست, وبعدين اعلام قطر واعلام الاخوان بيتوقف
قدام الواشنطن بوست وبيقول شوف الواشنطن بوست بيقول ايه. طب ما يتوقف قدام تقرير نشره الواشنطن بوست السنه اللي فاتت باتهام قطر بانيه اللي بتشعل النيران. لا يا فندم، هو الاعلام اللي حضرتك بتتحدث عنه ده الاعلام المناهض للدوله واللي بيطلع من خارج مصر، انتوا كلكم عارفين واحنا كل مره بنتكلم عنه ولا يستحق حتى الاشاره ليه. هو بيختار حاجات وحاجات وبيلعب على يعني نقاط معينه، فالمفروض ان احنا خلاص يعني بقينا عندنا من الوعي ان احنا نعرف نفرق ما بين الحقيقه ونعرف، مش عايز اقول بقى الكذب ده خيالهم يعني، ده خيال، انا ده معدي مرحله الكذب كمان. فدي يعني نقطه برضو كان لازم نشير ليها، كان لازم فعلا نتكلم على ان سنه حكم الاخوان عملت مشاكل كتيره جدا في نفسيه الشعب المصري غير هذه الجرائم. ناس كتير جدا فهمت الدين الاسلامي غلط لحد دلوقتي داخل مصر وخارج مصر للاسف بسبب تشويههم وتعمدهم تشويه الدين الاسلامي اللي كانوا بيحصروه في حاجات معينه كلها غير صحيحه. لازم نقف لده، وهو دي اهميه تجديد الخطاب الديني يا استاذ بشير. الشباب بقوا متضايقين من الكلام اللي بيقول معقوله هو ده الدين الاسلامي، معقوله؟ لا طبعا، لا طبعا، ده فكرهم مختلف تماما، ده فكر ارهابي، ده مش فكر ديننا ابدا، واحنا لازم نقف وندافع عن ده. لازم نقف ولازم كله يبقى له دور. يعني انا حزين جدا من البيان اللي طلع من مجلس القومي لحقوق الانسان، بيان ما فيهوش فيه قوه، ما فيهوش فيه عافيه كده، ما فيش فيه رد حاسم على الامم المتحده. هيئه الاستعلامات لازم كلها دور في ده، واعتقد ان في نشاط كبير جدا عامله الاستاذ ضياء رشوان في الموضوع ده. وزاره الخارجيه ليها دور كبير جدا في الموضوع ده وبتعمل ده. وكمان في حاجه مهمه جدا احنا ناسيينها، منتدى شباب العالم. منتدى شباب العالم شهر نوفمبر ان شاء الله، ده مهم جدا. واعتقد لازم نستثمر فيه الحاجات دي كلها ونشوف الاخوان عملوا فينا ايه، لان انت عندك منتخب من العالم كله حقق نجاح كبير جدا السنه اللي فاتت، واعتقد السنه دي هيحقق نجاح اكبر، لان اذا كان في اخطاء في اللي فات هنتلافاها في اللي جاي. وهم في شهر 8 فتحوا الباب لتسجيل الرغبات، وفي خليني اقول لك كمان ان خليه شغاله وبره الشباب بقى كمان بره بيسوقوا، يعني فريق التسويق الدولي بدوله اكوادور، احنا امبارح اتكلمنا على روسيا، النهارده اكوادور عملوا زياره لجامعه اكوادور، اول جامعه تم تاسيسها وتاني اكبر جامعه عندهم، والفريق ده فريق دولي من الشباب ابتدوا ان هم يعرضوا ويسوقوا لمنتدى شباب العالم اللي هيقام ان شاء الله في مصر. فادي الشباب هم استاذ بشير في شهر نوفمبر اللي جاي ان شاء الله، وابتدوا ان هم يسوقوا تسجيل ازاي نسوق، يعني حاجه رائعه جدا. امبارح كمان كان شباب من روسيا بيعملوا ده، فكل شباب العالم على فكره بيحاولوا ان هم يشيدوا بهذا، ونفسهم طبعا ان هم ييجوا، مرحب بيهم دايما في مصر، احنا سعداء وبنفخر بالحاجات دي. استاذه انا ما حضرتش المنتدى في شرم الشيخ السنه اللي فاتت، لكن كتبت عنه، شفته مشاهده، متعه المشاهده كانت مخلياني جوه الحدث نفسه. صحيح. فتخيل اللي كانوا جوه الحدث كانوا عاملين ازاي. انت مفيش لحظه ما يلفتش انتباهك حدث في بدايه من الاعاد وانتظار بدايه حفل افتتاح والحاجات اللي كانت بتطلع والقاعه والحاجات دي كلها. انا شايف ان احنا لازم نستثمر المؤتمر المنتدى اللي جاي ان شاء الله في اللي انتوا عرضتوه من شويه، علشان دول سفراء للعالم كلهم. صحيح. هيجوا. تاني حاجه يعني اتمنى في المؤتمر اللي جاي اكيد هنعرف ايه اللي تم تنفيذه من توصيات المؤتمر اللي فات واعتقد ان في خليه نحل شغاله في ده. مظبوط. ويا رب يكون كل اللي طلب في المنتدى اللي فات تم تنفيذه ونشوفه على ارض الواقع في المنتدى اللي جاي. هنتابع اكيد طبعا في نوفمبر معاكم منتدى شباب العالم اللي بنفخر بيه وبنفخر فيه طبعا قيامه على ارض وطننا الحبيب مصر. حضرتك كمان استاذ بشير كان عندك تعليقات كبيره على النقل والدائري. شفت التقرير اللي انتوا عرضتوه من شويه؟ يعني ده قرار كان صدر قبل كده وما تفعلش للاسف، وكانت الناس معتقده انه مش هتفعل كمان المره دي. لكن اعتقد ان كان في حسم من رئيس الوزراء انه لازم القرار يتفعل، وفي حسم من وزير النقل، وفي حسم من وزاره الداخليه. يعني انا برضو مش عايزين نظلم سواقين النقل، ومش عايزين نظلم اللي بيشتغلوا في المجال ده، لان نقيب سواقين النقل التقيل طلع وقال ما حدش استشارنا ولا حد قعد معانا في الموضوع ده. لا، انت ما فيش حد هيقعد معاك، لان اتقعد معاك قبل كده، واحنا بنفعل قرار كان موجود قبل كده اساسا.
طب القرار ما اتفعلش ليه قبل كده؟ لانك ما كانش في بديل ليك تمشي عليه غير الطريق الدائري. انا اقول له لسه بديل دلوقتي في الطريق الاقليمي. 11098 ضحايا الحوادث 2017. 11000 لازم نقف عند النقطه دي. وده اقل من 2016 ب 24%. انا مش بقول ان الحوادث بسبب العربيات النقل، لا، لكن هقول حاجه واحده بس. كل اللي مش على الطريق الدائري، حضرتك بتخلصي برنامج وتمشي على الطريق الدائري، اي حد بيخلص برنامجه بالليل بيمشي على الطريق الدائري، هاتيلي واحد عربيته ما اتضرتش من النقل التقيل، هاتيلي واحد ما اتمناش ان النقل التقيل يتوقف. صحيح. عن المشي بالليل والصبح يا فندم. اتوبيسات المدارس الناس كانت مرعوبه بكل حاجه، احنا بنشوفهم بنترعب، الاتوبيسات اللي فيها اطفال. صحيح. طيب انت ما كانش عندك طريق بديل، دلوقتي بقى عندك الطريق الاقليمي. قال لك نقيب برضو سائقي النقل التقيل قال ان احنا في جراجات وفي مصانع على الطريق الدائري ناحيه مسترد والاماكن دي. طب ده هنعمل فيها ايه؟ طب ما انت عندك ست ساعات تعمل فيهم اللي انت عايزه. الشيء الثاني، النقل التقيل لا استغناء عنه، لان احنا بنعتمد في المواد الغذائيه بتاعتنا على النقل التقيل بنسبه 99%. فما نقدرش، ودي قوه ضربه وليهم كل احترام والتقدير، لكن نحترم القانون وعندك طرق بديله امشي عليها. وبالراحه كده وافهم، لان ده احسن لك، ده هيوفر 35% من اشغال الطريق الدائري زي ما قال وزير النقل. صحيح. 35% زحمه، اقل حوادث، اقل يعني كمان طمانينه للمواطنين وللسواقين النقل كمان. طول ما انت ماشي الطريق الدائري محتاج صيانه، طول ما انت ماشي عليه النقل التقيل الطريق الدائري محتاج صيانه، وكتر الصيانه فيه يعني امشي دلوقتي هتلاقي فيه حفر وهتتصلح النهارده وتاني يوم. فاحنا بنقول احنا 99% بس في المقابل ايه؟ اتمنى على الحكومه ان هي تهتم بالنقل من خلال السكه الحديد، وتهتم بالنقل النهري. احنا بنشوف افلام قديمه، وانتوا كنتوا عارضين حاجه من شويه، افلام قديمه كان فيها بقى مراكب ماشيه في النيل ونقل نهري ماشي في النيل، والنقل النهري ده في مواني، يعني في مواني موجوده، وكان زمان قطر البضاعه والحاجات دي كلها. عايزين نعمل حاجات، احنا اعتمدنا على النقل النهري والسكه الحديد 1%، واعتمدنا على النقل التقيل في المواد الغذائيه 99%. الشيء الثاني اللي مهم جدا ولازم يشار اليه، ضبط الاسواق بعد هذا القرار. ليه؟ لان ممكن يقول لك ده العربيه اتاخرت شايله البضاعه فاحنا مضطرين نغلل السعر. ابتدينا بقى. ممكن هتلاقي في تلاعب في الاسعار، فده محتاج برضو ضبط اسعار. انت ليك طريق، الطريق الاقليمي موجود، ده ليك انت مخصوص. بالظبط. فضيلي بقى الطريق الدائري عشان امشي عليه براحتي، عشان الكثافه عليه بتقل 35%. صحيح. وبرضه يعني حفاظا على ارواح المواطن، مفيش اغلى من 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 روح المواطن، مفيش اغلى مننا، علشان اغلى من ولادك عشان تخاف عليهم، وسواء اللي رايح الجامعه، احنا داخلين خلاص على مدارس وجامعات، وما يعني بتبقى الاهالي عيني قاعده في البيت، يعني اكيد حضرتك عارف، وقلقانه من الولاد في الاتوبيس او صحيح. او في المواصلات رايحين جامعه ولا رايحين مدرسه، والله اعلم ايه اللي ممكن يحصل لهم. فانتوا واحنا كل يوم بشوف الناس بتعمل شير على الفيسبوك لحوادث الطرق، كاننا يعني ما عندناش حاجه الصبح نفتح عليها الفيسبوك غير حوادث الطرق. فالحمد لله ان هي ابتدت تتصلح، وده يعني الحقيقه تم بالفعل. واعتقد ان لسه هيكون في يعني مشروعات عديده لوزاره النقل، ودي اهم نقطه نبتدي منها الاستثمار بطريقه كويسه. صحيح. لان المستثمرين من اول حاجه بيسال عليها الطرق، اصل الدنيا زحمه. دي اول حاجه بسمعها. حتى مش حتى من السياح الاجانب العاديين. من حيث الجوده، قال في الافتتاحات الاخيره وزير النقل ان احنا ترتيبنا بقى 75% بعد ما كنا 100 وكذا، فده حاجه كويسه جدا. الطرق اللي تم افتتاحها في اليومين اللي فاتوا دول، ده جزء من خطه شامله لطرق اكتر وكباري اكتر تخلص في 2020. يعني بعد سنتين. اعتقد مفيش مواطن مصري الا لما حس ان في تحسن في موضوع الطرق. في الطرق طبعا. مفيش مواطن مصري الا لما اشاد بموضوع الطرق. طريق وادي النطرون العالمين. طريق السخنه. حتى الطرق، الطريق الزراعي بقى فيه رابطه، في احنا حسينا بيها. وحتى المواطن اللي جاي من الريف بدا يحس بيها. انتقال سريع وامن. اهم حاجه، يمكن اهم طفره حصلت في الاربع سنين اللي فاتوا هي موضوع الطرق. وده اتكلف اعتقد اكتر من 34 مليار متوزعه على جمله
الطرق اللي تم انجازها سواء صيانه في الطرق القديمه او طرق جديده. طيب هو على ذكر بقى احنا بنتكلم على الافتتاحات وبنتكلم على المشاريع التي تبعث الامل في السنوات اللي جايه والاستثمار ايضا يعني اكتشافات بتروليه جديده في مصر، استثمار عملة صعبة، تفاصيل اقتصادية وسياسية كتير جدا. تعقيب حضرتك ايه؟ حلو جدا، بس انا عايز بس ارجع للافتتاح يوم الافتتاح وتوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي امام طريق منزل وبعدين لقي فيه حارة اصغر من باقي الحارات، قال ارجع بالكاميرا تاني وبص للحارة وطالب باصدار باصلاح موضوع الاصلاح. اهو الافتتاح. معرفش اللقطه هنا ولا لا، لما قال وزير النقل ارجع لي تاني ليه انتوا الحاره دي صغيره عن باقي الحارات. على فكره الحاجات دي اللي بتفرق في المواصفات العالميه. صحيح. يمكن الناس ما تاخدش بالها منها، بس الحاجات دي اللي بتبقى دقيقه جدا في المواصفات العالميه. لا ده احنا نسقف لسياده الرئيس اللي لاحظ ده، بس برضه نزعل ونغضب انه حتى التفصيله دي نرجع فيها للرئيس علشان لازم الرئيس يقولها علشان ناخد بالنا منها. يعني في تفاصيل صغيره ضمن التفصيله دي اللي استوقفتني انا كمان. الله، الرئيس قال ارجع بالكاميرا تاني ورجع بالكاميرا تاني وقال دي ليه كده، وطلب من اللي هو كان الوزير ان هو ايه يوجد لها حل يصلح. وقال هنوجد لها حل فورا. تمام، نيجي للاستثمارات بقى. بترول، البترول. يمكن وزير البترول قال من يومين او من يومين انه بشر الناس بانه حقل زار ان شاء الله بقى ينتج 6 أضعاف اللي كان بينتجه في بدايته. يعني كان الاول 350 مليون متر مكعب، دلوقتي 2 مليار في اليوم. وده هيحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز في مصر. انا بس حلو جدا وبيدي امل للناس، بس كنا لازم نكمل الخبر بحاجه تانية او التصريح بحاجه تانية، ان ده هينعكس على المواطن امتى. تمام، ده اصل احنا لما بنقول اكتشاف حقول غاز او ظهر حقيقه الاكتفاء الذاتي الناس تقول الله، امال فواتير الغاز بتغلى ليه؟ فكان لازم على وزير البترول ان هو يفهم الناس، لان الناس معتقده ان اللي بيطلع من الحقل البترول بيروح على البيوت على طول. على البيت على طول. في تفاصيل كتير ومراحل كتير جدا. واحنا جايين لده ان شاء الله وهيبقى في اكتفاء ذاتي، بس احنا حتى الاعلام احيانا بتفوت عليه وبيفهم الموضوع خطا ويقول الله، طب ما في اكتشافات اهو، امال بتغلوا فواتير الغاز. التحري والدراسه هي يعني اساس ان حضرتك توصل المعلومه للمواطن بشكل صحيح. دي الامانه. كان نفسي يعني لان انا هاخد حنقل عن وزير البترول، انا كاعلامي حنقل عن وزير البترول، فكان لازم نكمل التصريح نقول لكن ده هينعكس على المواطن سنه كذا لما نعمل كذا وكذا وكذا وكذا. وعموما هو في طبعا الشورت ران، يعني الشورت ران بلان او الخطه اللي هي الكسب لمدى قصير. الحقول اللي احنا بنسمع عنها دي كلها في عمال بيشتغلوا وفي ناس بتشتغل وفي بيوت مفتوحه زي الطرق كده، ما في برضو ناس وعمال يعني يعني لازم برضو نحس بالناس اللي حوالينا اللي هي بالفعل سعيده بده، لان الناس دي حضرتك احنا لسه كنا شايفين من شويه جرائم الاخوان، تفاكرين السنه دي كان العمال فيها عاملين ازاي؟ حد فاكر السنه دي كان بيحصل فيها جرائم وبلطجه قد ايه بسبب ان العمال دول لا حد مأمن عليهم ولا حد بيعبرهم ولا حد شايفهم ومصانع بتقفل؟ ده بيوت وناس واطفال واسر وناس كتيره جدا. بيرجع اقول اصل العيال الصغيره ما عندهاش انتماء، هيجي لها انتماء منين وانت عمال ترهب فيهم؟ لازم يشتغلوا ولازم يعيشوا ولازم يشوف والده رايح شغل وجاي من الشغل يعني ويحترم مهنه والده. فقصه ان انا كمان مهتمه بهذه المشاريع مش بس صدى المشروع بعد صداه الطبيعي يعني اللي هو بعد سنتين وثلاثه واربعه، لا صداه دلوقتي ان العمال مبسوطين ان طبعًا في مشروع بينشا. طبعا في مشروعات كتير جدا مش ده بس. بالظبط، الطرق شغال فيها، المدن الجديده اللي بتتعمل شغالين فيها 3 مليون فرصة عمل توفروا. أنا بتكلم على حاجة تانية. حلو جدا ده وبيدي أمل للناس. أنا بقول التصريح لازم يكون مغطي بالزبط كل شرائح المجتمع عشان نفهمه صح، إحنا كمان كإعلاميين عشان نعرف نوصله صح. طيب منها بقى أستاذ بشير ننتقل سريعا لحركة المحافظين
وكان لازم اسال حضرتك على تعقيبك على حركه المحافظين التي تاخرت كثيرا، ويمكن حضرتك كنت معانا في وقت التاخير وكنا بنتكلم ليه الحركه اتاخرت، وحضرتك قلت الاختيار بيتم بتاني كبير جدا، ويعني لما الاختيار بيتم بهدوء بتبقى النتيجه احسن بكتير. الاختيار بقى او الاختيارات او الحركه بقى بعد ظهور يعني المحافظين الجدد، شايفهم ازاي؟ انا معجب جدا بالحركه الاخيره للمحافظين الجدد رغم التاخر. رغم التاخر، لان التاخر كان يعني التاني في الاختيار هنتفادى اخطاء اتعملت قبل كده، ولقينا المحافظ المرتشي، ولقينا الوزير اللي ما عرفش ايه، ولقينا نائب المحافظ اللي مرتشي، وده كله في السجن، دول كلهم في السجن. التاني كان يمكن لاعاده النظر اكتر من مره في اسماء كتير جدا تم طرحها. ياكد لك حركه المحافظين الاخيره، ويمكن انا كتبت ده، انه صوت الناس وصل للرئيس، انه مفيش عزيز عند الرئيس غير الشغل. صحيح، مصلحة الوطن. انه مهما طلعت ونفقت حتى وقلت بناء على توجيهات السيد الرئيس وبتكليفات من السيد الرئيس، هذا لن يشفع لك عند الرئيس. اللي هيشفع لك عملك. انا كنت اعرف محافظ كان لا يتعامل مع الناس، يتعامل معهم من خلال البريد الالكتروني. انت عايز ناس تتعامل معاك بشكاوى من خلال البريد الالكتروني، وثلاث ارباعهم امي في 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 مساله الانترنت، وعايزهم يتفاعلوا معاك ازاي. كان مقابله مدير مكتبه ده معجزه انك تاخد معاه. قفل على نفسه وشويه صغيرين محاطين به، وادعى من حوله ان هذا المحافظ علاقته قويه بالقياده السياسيه ولن يتم تغييره. وطيح به. محافظ ثاني كان نفس الشيء. ده بيؤكد ان لا، الشغل هو اللي بيتكلم عنك، هو اللي بيتكلم عنك. وبعدين عصر ان يعني المظاهر وان انت صورتك كويسه وانت قاعد على المكتب والكلام ده ما خلص، ولن يشفع يعني لمحافظه خلص. ولن يشفع لمحافظ انه يقف في الطابور علشان ياخد كيلو لحمه وياخد بون واقف. لا خلاص يا جماعه، الحاجات دي كلها اتهرشت. لا اشتغل. واتمنى انت عارفه ان تغيير المحافظين لما اتاخر كل المحافظين كانوا في الشارع بيشتغلوا، كلهم كانوا في الشارع بيشتغلوا، وقبلها كانت الحاجات اللي انا بقول لحضرتك عليها دي كل المحافظين. لذلك انا كنت مبسوط قوي، كنت بقول يا رب تتاخر شويه كمان، لان كلهم في حاله المواطن نشاط، المواطن هو اللي استفاد. كلهم في حاله نشاط. هو احنا محتاجين كده نضغط طول الوقت عشان نشتغل يعني يا استاذ بشير. التغييرات الاخيره دي بقى رساله، حتى تغييرات الوزراء، حتى بعض التغييرات اللي حصلت مع المحافظين اللي ما كانتش متوقعه على الاطلاق، وشيل ناس وتعيين ناس مكانهم، وناس يعني كانوا بيقال ان هم عمرهم ما هيتشالوا. ده رساله للجداد، ان انت بشغلك هتفضل في مكانك. بفتح ابواب ديوان المحافظه امام الجمهور هتقعد مع الناس، ما تقعد ده الرئيس بيقعد يتناقش مع الناس. ايوه، وبعدين اصل كمان انت يعني شغلتك كمحافظ ان انت هتسمع الناس، امال انت جاي تعمل ايه؟ ما هي لازم تسمع الناس وتتكلم معاهم وتفهم هم عايزين يقولوا ايه. طبيعه المحافظه، ده احنا عندنا في مصر كل محافظه ليها طبيعه وليها طريقه وليها طباع للناس، يعني الموضوع مش سهل خالص. بس انا واثق ان الرساله وصلت. يعني الرساله في الاختيار الاخير ده وصلت. تاني حاجه تسمعي بقى هناك، ده حركه لوقات. ده حركه، ايوه، في الاعلام المناهض. ايوه يا عم، في لازم يكون في لوقات، مش في مناطق انتوا بارهابكم بتدخلوا فيها، لازم يكون في لوقات مدربين واخدين دورات وحاجات زي كده على الاداره. انما لا، انا معجب جدا بالحركه الاخيره، ويا رب ويا رب يكونوا كلهم عند ثقة القيادة السياسية إن شاء الله. وكل يعني الصالح العام، صالح الوطن وصالح المواطن هو أهم حاجة، هو أهم هدف. والاستراتيجية الجديدة دي بصراحة يعني ضخ دماء جديدة دايما، المراقبة الدائمة، مراقبة الأداء، تعالوا نشوف ده بيعمل إيه، من الكبير للصغير كله يعني بيتحاسب على أدائه. دي استراتيجية جديدة بدل الخمول اللي كنا عايشين فيه فترة. خلي الرئيس قدوتك يا سيدي. أنت عمال تتكلم وعلاقتك بالرئيس وعلاقتك بالقادة، طب خليه قدوتك. طب ما الرئيس بيسمع للكل، اسمع للكل، افتح بابك وانزل الشارع وشوف، واوعى تشتغل على اللقطه، اوعى تشتغل على اللقطه، لان اللقطه ما فادتش اللي قبلك. ولا الكرسي المميز في مؤتمراتك وانت قاعد ده بيميزك، لا. اقعد مع الناس واسمع الناس، لان الرئيس بيقعد مع الناس وبقابل المواطن البسيط. صحيح. وعلى فكره الرئيس احيانا بيستغنى عن القانون
وبيستخدم القانون الإنساني. استخدم انت كمان القانون الإنساني. طبطب على الناس، لأن الرئيس بيطبطب على الناس. قدر استحمال الشعب في الظروف القاسية اللي احنا بنعيشها، لأن الرئيس سبق لكده وطبطب على الشعب ومقدر صبر الشعب. فانت ما تجيش تقفل على نفسك وتعامل ناس بتعالي بالظبط، ان الواحد يكون فعلا يعني عايش في في مشاكل الناس وفهمهم، لان في الاخر انت النهارده هنا بكره قاعد في وسط الجمهور. احنا كلنا موجودين من الاخر على ارض واحده وفي مركب واحده وملناش غيرها، فكلنا لازم نعمل على صالح هذه المركب ان هي ما تغرقش. مش كل واحد يعني مفيش كل واحد هياخد له حته من المركب ويمشي، لا، احنا كلنا في ارض واحده وكلنا موجودين في مركب واحدة، فنتعامل من هذا المنطلق، مش نتعامل من منطلق ان احنا نضايق بعض. مفيش حد المفروض يكون موجود عشان يضايق التاني. في نقطة بقى كنت عايزة اكلم حضرتك، اتكلم على الاعلام، لا عايزة اتكلم على نقطة تانية انسانية شوية. احنا اتكلمنا عن الاعلام المناهض يا استاذ، لا اتكلم برضو على الاعلام الداخلي دلوقتي في دقيقة بس اتفضلي. طيب نقطة كانت مهمة جدا، واحنا من فترة كده كان عندنا ضيفنا العالم المصري كبير الناس كتير بتفخر به، الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ زراعة الكبد. الحقيقة يعني أنا هذه الفقرة أو كانت الحلقة دي من الحلقات اللي كانت مؤثرة مش لي أنا بس، لناس كتيرة جدا. الدكتور محمد عبد الوهاب يعني محتفظ فقط بالشق الإنساني لمهنته، مهنة الطب، هذه المهنة الجليلة، وهو ما بيعملش اي حاجة غير ان هو حاسس بألم كل مريض. وكان مركز يعني مركز زراعة الكبد اللي انشأه وكلها مجهودات ذاتية وجه متبرع وناس. الدكتور محمد عبد الوهاب ولانه عالم جليل ويعني ليه باع طويل جدا في الطب وفي زراعة الكبد، بيبكي وبكى هنا على الهوى لما قال انا ما اقدرش استحمل ان مريض يبقى تعبان وانا ما اقدرش اعالجه عشان ما عنديش امكانيات. صحيح. يعني قد ايه دي كانت نقطة يعني او لفتة انسانية. وهو فعلا دكتور محمد عبد الوهاب اكيد سمعنا دلوقتي، احنا بنحييه الف تحية، وانا نفسي، وفي على فكرة عندنا دكاترة كتير كده، بس نفسي كل طبعا. يعني دي مهنة غاية في الحساسية وغاية في الخطر. احنا كمان بنبارك له على تكريمه في روسيا ضمن واحد من 10 علماء تم اختيارهم ممثلين العالم كله في اكبر مؤتمر لزراعة الكبد والبنكرياس في روسيا، تم تكريمه كممثل لمنطقه الشرق الاوسط كلها. طب ضمن هو ضمن هو يمكن ده صوره اهو الصوره. على فكره الدكتور محمد عبد الوهاب معانا على التليفون يا استاذ بشير. الو الو، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، يعني دايما منورين والله، واسي والاستاذ بشير ربنا يخليك والف مبروك. احنا يعني بنتحدث الحقيقة عن تكريم حضرتك في موسكو، وغير كده يعني احنا هنا حتى من خلال هذه الفقرة البسيطة كده على قدنا بنقول لحضرتك الف مبروك، وبنشيد بمجهوداتك الحقيقة اللي مش احنا بس اللي تتكلم عنها. يعني اتفضل. يعني يعني هو اولا احنا في وقت لازم الكل يعني يعمل، الناس كلها بتبص لمصر عاوزة تشوف مصر هتبقى ايه، فلازم شوية الشعب ده في كل المجالات سواء الطب، الهندسة، الزراعة، الصناعة، الكل يشيل الأنانية شوية ويعمل، وهنبقى كويسين مش وحشين. كوريا اللي كنا فينها بمئات السنين أصبحت دلوقتي من الثمانية في الطب وكانوا موجودين في المؤتمر. روسيا تشوفي الانضباط والنظافة حاجة مبهرة. ليه احنا ما نبقاش كده أستاذة؟ أستاذ بشير يا دكتور، عايزين نخرج من المكاتب للأرض للشارع، عايزين نخرج من المكاتب بقى كله، ووزير ومحافظ ورئيس ورئيس جامعة ورئيس مصلحة. ما ينفعش بقى، البلد لازم تنضف، البلد مش صغيرة. استاذ بشير مع حضرتك يا دكتور، عايز يسأل حضرتك على حاجة. دكتور محمد، اولا مبروك تكريم حضرتك. الله يبارك. تاني حاجة يعني 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 لما نقعد معاك ونسمع لك نعمل كتب كتير جدا، الحالات اللي حضرتك بتشوفها وبتقابلها والحاجات اللي بتتعبك نفسيا. لكن انا عايز اعرف، حضرتك قلت لي مرة ان هيتعمل مؤتمر عالمي هنا في مصر هيضم اساتذة زراعة الكبد، علماء من كل من انحاء الدول، هيكون اعتقد في شهر 11 يا دكتور.
ان شاء الله ان شاء الله. طب ده عباره عن ايه يا دكتور، ومين اللي مدعو لهذا المؤتمر؟ هو طبعا قبل ما اتكلم على المؤتمر، انا كنت رايح موسكو ما كانش في دماغي حاجه، وكان في مشكله في الفيزا هم حلوها مع وزير الخارجيه الروسي كمان علشان اروح. تمام. علشان دي مقدمه، وطبعا الناس كرموني ل 30 سنه خبره معاهم في مجال الكبد، من ضمن 10 اتكرموا وخدونا عضو مجلس اداره بالانتخاب بين 2000 عضو في الجمعيه، يعني من 10 مجلس الاداره. طبعا المجموعه اللي جايه هم اختاروا مصر، وكلهم بيسالوا على الامان، وقعدت اشرح لهم هم برضو مش واصله لهم قوي ان مصر بقت امنه، القاهره بقت امنه، وده شغل بقى وزاره الخارجيه والسفراء، هم بيتهيألهم ان لسه. قلت لهم لا، على مسؤوليتي، لو في حاجه هنقطع العلاقه بينه وبينكم، وبيضحكوا عاوزين يجوا. فاللي جاي في المؤتمر ده يكونوا يختاروا مصر من 4 دول اللي اتعمل فيها هذا الكورس ده، طبعا حاجه كويسه جدا ان الجمعيه العالميه دي تتجه لمصر في الوقت ده في نوفمبر. جاي رئيس الجمعيه العالميه ده ياباني، وده بيتحرك بصعوبه جدا، ومعاي 2 سكرتارية، جاي ناس من كوريا الجنوبيه، ناس من الهند، ناس من اسبانيا، ناس من المانيا، ناس من بلجيكا، ناس من تركيا، ناس من كازاخستان، وجاي واحد من امريكا، حوالي 25. الحاجه الكويسه يا استاذ بشير ان دائما المؤتمرات الخارجيه المصريين بيروحوا يشوفوها، لا ده احنا جالنا طلبات ناس اطباء وباحثين عاوزين يجوا يحضروا المؤتمر ده على حسابهم، يعني جايين مصر يحضروا مؤتمر. تمام. طب دكتور، علاقه وزاره الصحه ايه بهذا الحدث؟ ما اعرفش انا، يعني اهو حدث موجود، مش هنخش في مجالات، يعني يا ريت الوزيره تتبنى هذا المشروع وتعمل علاقه مع الجمعيه دي، بعد كده هتشوف قد ايه اللي هيحصل، ايه التطور اللي هيحصل في وزاره الصحه. كونك تقابل، يعني في واحد جاي، الناس بتصرف مئات الالوف علشان تروح تحضر له محاضره، كون ان اجيبه القاهره هنا، له كتب ومؤلفات في جراحه الكبد وزراعه الكبد. تمام. اللي هو البروفيسور ماكوشي ده، له وريد باسمه في الجسم، يعني حاجه فخمه جدا وضخمه جدا ان الناس بتيجي القاهره. تمام. طبعا ببارك لسيادتك مره تانية، ويعني دايما منورنا دكتور العالم الجليل الاستاذ دكتور محمد. شكرك يا دكتور. فندم شكرا. شكرا مره اخرى دكتور محمد عبد الوهاب، استاذ زراعه الكبد، خاصه بدكتور محمد عبد الوهاب، سريعه جدا. في المؤتمر الشباب الاخير كان بيتم عرض الانجازات اللي حصلت في القضاء على طوابير الانتظار والحمله اللي دعا اليها الرئيس السيسي. وزيرة الصحة اتكلمت عن 6 حالات تم انجازها زراعة كبد، الست حالات منهم 5 حالات انجازهم الدكتور محمد عبد الوهاب. تحية ليه. فكنت اتمنى ان الوزيرة بس تشير ان دي جامعة المنصورة وده الدكتور محمد عبد الوهاب، وتوجيه الشكر ليه عشان يبقى حافز للاخرين. طبعا. الحاجة التانية، في ظل الحاجات دي برضو، الحاجات الانسانية اللي انتم بتهتموا بيها، انا عجبني جدا صناع الخير. جمعية صناع الخير او حمد صناع الخير، وده اللي عاملين حمله عينيك في عينينا. كانوا معانا. حاجه هايله جدا، وناس بيعملوا عملات جدا، 50,000 مواطن، وبرضه دخلوا في حته القضاء على طوابير الانتظار والحاجات دي. صحيح. تمام. طيب حضرتك كان ليك تعقيب على الاعلام سريعا قبل ما ننتقل. يمكن انا كتبت الاسبوع اللي فات وصديقه ليا من المذيعات زعلت من اللي انا كتبته، كنا بنتكلم على اللي حتى الاعلام المتربص، خلينا نتكلم في العموم استاذ بشير. ما هو في العموم الاعلام المتربص تناوله ايقاف بعض المذيعين، وما فيش حريات في مصر، وايقاف قنوات ودمج القنوات والحاجات دي كلها. اولا في فرق بين رجل اعمال بيعمل قناه لانه مؤمن بالرساله، تمام، زي ما احنا كده قاعدين في قناه هي الاولى. وفي فرق بين رجل اعمال بيعمل القناه مجرد بيزنس بيتعمل وده حقه لان الاعلام صناعه، وفي فرق بين حد بيعمل قناه كمكيده لحد، تمام. لما اجي قناه المجلس القومي للاعلام، المجلس الاعلام، يوقف قناه، ما بقاش ضد القرار الا لما اشوف
خد القرار بتاعه بناء على ايه؟ احنا ضد قصف قلم وضد ايقاف ميكروفون، لكن ما تخليني اسالك يا استاذه مها، يعني هو مش في بعض المذيعين اللي تم ايقافهم، بعض، وانا بقول بعض ما بعممش، بعض المذيعين اللي تم ايقافهم يستاهل انه يتوقفوا يركنوا شويه؟ هل منطقي ان حد مذيع يطلع ويقول ايام مبارك يباهي بانه كان بيركب معاه الطياره ويباهي ان ده خط احمر في كل حاجه، ويجي مبارك يمشي يشتم مبارك وقعدنا على خازوق، ويجي الاخوان يقدم فروض الولاء والطاعه للاخوان؟ هو ده مش فقد مصداقيته عند الناس؟ اقف بقى عيد ترتيب اوراقك. هو مش في مذيعين بيروحوا يتعاقدوا مع قنوات، وده معلومات على فكره، انا مش بتكلم لا ولا استنتاجات، ده معلومات. مش في مذيع بيروح يتعاقد مع قناه بتبث من هنا من مصر، يتعاقد معاها على مبلغ معين، عقده بمبلغ معين، والباقي بيتحط له في حسابه بره؟ مش في مذيع بيطلع ويتهم الجيش والشرطه، كان بيتهم الجيش والشرطه انه بيقتل الناس في مصطفى محمود وفي محمد محمود، وهذا المذيع باقي حتى الان؟ مش في مذيعه بتشتغل لمصلحتها؟ مش في مذيعه بتنتج برنامج وتبيعه للقناه اللي هي فيها ب 70 مليون جنيه؟ طيب احنا برضه هنتكلم، انا اقصد العموم احنا عندنا رساله معينه، احنا اسمنا اعلام، وهو اعلام المواطن او تقديم خدمه للمواطن او تقديم خدمه ترفيهيه. نخرج بقى عن المصالح الضيقه، يعني انما بقى كل واحد يحصل حاجه زي كده فكل واحد يقعد يقول اصل ده مش عارف ايه وده ما يصح، لا يعني هو ما فيش تعارض لما نتكلم على مصلحه الوطن يبقى كله يسكت. وانتوا قلتوا هنا من دريم على فكره، الاستاذ وائل البراشي قالها، اذا تعارضت الحريه مع مصلحه الوطن فلتسقط الحريه، ده قالها الاستاذ وائل. صحيح. لكن مش منطقي برضو، مش منطقي ان انا اصرف 6 مليار على الاعلام الخاص ويدخل لي منه الدخل بتاعه 2.7 من 10 مليار وبعض القنوات تستمر. ما هو ده يشككني برضو، انت مستمر ليه؟ هتقول لي رساله وهتقول لي تحيا مصر وهتقول لي انا مؤمن بالرساله، لا يا عم انت بتشتغلها بيزنس، قول لي بقى انت بتخسر ومستمر ليه؟ الا اذا كنت بتكسب في غسيل اموال. اذا في هنا الدمج هنا، ادي يا عم الدوله تشاركك وتدير هي وشيل عن دماغك. وبعدين إذا كنت يا فندم لا في فعلا. نقطه انا دايما بؤمن بمرجعيه، المرجعيه يعني لازم يبقى عندك مرجعيه من الدوله او مرجعيه من الحكومه، يعني اما اروح فين استاذه مها؟ يعني ما على فكره في الدنيا كلها اروح فين يعني؟ انا عايز اقول لك على حاجه، هو المواطن راضي عن الاعلام؟ مش راضي عن الاعلام. هو رئيس الجمهوريه راضي عن الاعلام؟ لا مش راضي عن الاعلام. هو احنا اعلاميين، هو احنا كاعلاميين راضيين عن الاعلام؟ لا مش راضيين عن الاعلام. لا في ناس لابد من ايقافها بالفعل وتاخد جنب بقى وتركن، علشان حتى مصداقيه النظام ومصداقيه الرئيس قدام الناس. استحاله تمشي بالشكل ده. بقواعد المهنه، هو ده اللي احنا عايزين يعني دايما يكون لينا عقيده زي اي جندي موجود دلوقتي على ارض سيناء سواء من الجيش او من الشرطه، هو عنده التزام فقط وعقيده بقواعد المهنه وهي الحفاظ بس على مصلحه وطنه. وتسقط. هو ده اي حاجه قدام مصلحه مصر تسقط. امام مصلحه اي حاجه قدام مصلحه مصر تسقط، اي مصلحه شخصيه، اي حاجه تانية تسقط امام مصلحه مصر. انا يعني سعدت بلقائك استاذ بشير النهارده ونورتنا، دايما منورنا في نهايه الاسبوع. كاتب الصحفي استاذ بشير حسن، خلينا نتكلم بقى قبل ما نطلع كده لفقره التنمر عن حاجه. يوم 13 سبتمبر 93 توفى الى رحمه الله الملحن والموسيقار الكبير استاذ بليغ حمدي. استاذ بليغ حمدي عنده الحقيقه تاريخ كبير جدا، كان اصغر ملحن لحن لام كلثوم، عمل لعبد الحليم حافظ الحان كتير جدا، عمل ورده، كان هو ورده يعني دويتو عظيم وغيرهم من الفنانين والفنانات العظام. بليغ حمدي ظاهره فنيه على فكره، ويمكن اتكلمنا عنه، كان في وقته حاجه غريبه ان يكون في الحان بهذا الشكل. بليغ حمدي عمل اغاني وطنيه كتير جدا لغايه دلوقتي لما بنسمعها، يعني اما بتعدي مناسبه وطنيه على مصر ما بنفتكرش غير اغاني بليغ يمكن، او من ابرز الاغاني طبعا لان احنا عندنا اغاني وطنيه كبيره وكثيره جدا. على الربابه مثلا، يعني وانا على الربابه بغني اللي اتعملت يوم 7 اكتوبر 73 بمجهود فردي وذاتي من كل الفنانين من اول ورده لغايه العازفين اللي كانوا بيعزفوا في هذه الأغنية، كله كان متبرع بأجله عشان حاجة واحدة بس، عشان خاطر مصر. هنشوف دلوقتي فيديو صغير عن بليغ حمدي ونرجع لكم ضد التنمر.
المزيكا الاوفرتين الافتتاحيه الاولى دي عايز اختصرها عشان بدل ما تخش وتقعد على الكرسي ومش عارف ايه. فضحكت وقالت لي اسيبها يعني. فسبت ما ممكن يخش كده وتفتح الستاره تخش على طول. قالت لي سيبها يا ابني سيبها. عبد الحليم ما اختارنيش وانا ما اخترتوش، انما اتلاقينا لان لقيت انسان صادق جدا يعلم كيف يصل يعني يوصل العمل الفني وكل ملامحه اللي جواك اللي عملتيها بشكل عظيم جدا للناس. ما شفتوش من شهر ما شفتوش. والله احبك اللي فات من عمري بحبك ودي اللي جاي من عمري بحبك اللي فات من عمري بحبك وانا قد اللي جاي من عمري بحبك شوف بلادي الصمرة بلادي الحرة بلادي الصمرة وانا على الربابة بغني مملوك شغير اني اغني واقول تعيش يا مصر يا مصر انت ايه اللي جايبك معانا؟ ايه ده انت شكلك وحش قوي؟ انت مالك مسلوعه كده ليه؟ ده اسمه تنمر. كانوا بيتريقوا عليا كتير قوي وانا صغيره على الطول. في إساءة، في تريقة، بلطجي الشلة وعايز يبين قوته بأنه هو يهين اللي حواليه. عايز اوجه الرسالة لكل اب وكل ام انك تصاحب ابنك وتصاحب بنتك لانه في الوقت ده مهم جدا جدا جدا
ان الطفل يحكي اللي اتقال له ويحكي اللي حصل له. اوعى حد يأثر فيك، ثق في نفسك. انا تعرضت للتنمر، انا ضد التنمر. تم اطلاق هاشتاج انا ضد التنمر. التنمر زي ما احنا شفنا كارثة بتحصل في المدارس، يمكن احنا ما كناش فاهمين ده عبارة عن ايه بالظبط، وفي اهالي كانت بتتعامل مع الموضوع ومدرسين واخصائيين اجتماعيين بيتعاملوا مع الموضوع للاسف الشديد على انه لعب عيال. التنمر زي ما احنا شفنا عبارة عن ايذاء نفسي من مجموعة من الاطفال لطفل معين داخل المدرسة بسبب شغلة والده، بسبب شكله، بسبب هو رفيع شوية، مليان شوية، عنده اي مشكلة حاجة فعلا. يعني حتى في ناس كانت بتبقى عندها مثلا مشكلة في الكلام او كده او بيتهتهوا شوية بيزودوا عندهم المشكلة دي. انا الحقيقة شفت يعني مشاكل كبيرة جدا حصلت بسبب التنمر، لدرجة ان في بنت في المدرسة رمت نفسها من الدور السادس بسبب موضوع التنمر ده. التنمر جريمة بتحصل جوه المدارس، احنا كلنا لازم نحاربها، وكلنا هنعرف دلوقتي بالظبط نحاربها ازاي واسمع ايه من الولد احس ان في خطر. خلونا ندخل في الموضوع على طول ونكلم ضيوفنا بشكل اكثر اختصاصا. بنرحب بضيوفنا الاعزاء دكتور عمرو يسري استشاري الطب النفسي، اهلا بك يا دكتور. صباح الخير، اهلا بحضرتك. صباح النور. برحب الاستاذ احمد مصلحي المحامي بالنقد وعضو الفريق الوطني لمناهضه العنف ضد الاطفال، اهلا بك يا استاذ احمد. اهلا بك. وبرحب بالاستاذه الدكتوره نوران فؤاد استاذ علم الاجتماع السياسي، اهلا بك. صباحا، اهلا بك. طيب دكتور عمرو، خلينا نبدا مع حضرتك والشق النفسي للتنمر. حضرتك شفت معانا الفيلم دلوقتي من اليونيسيف، واكيد عندنا مؤشرات. انا لما اسمع ايه من ابني او بنتي اعرف ان هو بيتعرض للتنمر، ايه المؤشر اللي بيبان عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اتكلم على اولادنا في ابتدائي. لو اولادنا في ابتدائي ابتدوا يشتكوا من انهم مش عايزين يروحوا المدرسه لان بطنهم وجعاهم، انا مش شايف كويس يا ماما، انا بقعد في الفصل ورا، اصلي خايف، اصلي متضايق، اضطرابات في الشهيه بتاعته، ياكل كتير قوي، عدم قدره على التركيز، كل الحاجات دي بتبقى ناتجه في حالات كتير منهم عن انه وجوده في المدرسه بقى بيشكل له فزع. والولاد الصغيرين بيعيشوا حالات اللي هي زي البانيك بتاعه الكبار، الهلع، لما يشوف اللي بيتنمر بيه او لما بيتواجد معاه في مكان واحد فبيبتدوا يوزدروا. مين اللي بيحب يروح المدرسه من اولادنا؟ اللي مطمنين هناك زي ما هم مطمنين في البيت او احلى واكتر، اللي عندهم صحاب وعزوه وبيعرفوا يتواصلوا مع الناس، بيحب المدرسين وبيحب المدرسه. شكرا. يبقى العكس بالعكس، اللي من ولادنا يبتدي كان ماشي كويس وإذ فجاه انا مش عايز اروح، انا تعبان النهارده، انا مش مركز، واختلق اعذار، وبتجيلهم كتير باعراض نفس جسمانيه. ده بيبقى انديكيتور على التنمر. هو ما بيبقاش بيختلق، هو فعلا بيبقى تعبان، بيحس باوجاع جواه، بيحس باوجاع علشان قال يعني بيدي نفسه العذر. خدي بال حضرتك انه يا جماعه مواجهه الطفل لفكره انه ذليل وضعيف ومنكسر بتعمل له ذوبان في كيانه النفسي، بيحس انه لا شيء، جسمه بيفك منه، بيسيب، بيقول لنا كده مش قادر اقف وبيترعش. واي في ناس كتيره بتتعرض للبانيك او بتتعرض للاذى النفسي، عارفه لما الواحد يحس ان هو مش قادر يقوم من مكانه، بس مش عارف عنده ايه، بس انت تعبان، الطفل بيحس كده. اتكلمنا قبل كده مع انا وحضرتك على الاعراض النفس جسمانيه اللي بتيجي للكبار، يقول لك انا جسمي حاطط ومهدود ومفاصلي بتنقح عليا وعضلاتي وجعاني. الاعراض دي بتبقى ناتجه عن اكتئاب او خوف. مظبوط. في حالات كتيره. تمام. كذلك الاطفال. عايز اقول للاهالي بس حاجه، الكلمه اللي قالها حلمي احمد، الفنان احمد حلمي، مهمه قوي، بتاعت للاب والام رساله بوجهها مباشره، صاحب ولادك خليهم عايشين مطمنين بانك في ظهرهم. تمام. يقوم لو حصل لهم حاجه يقولوا لك، والاقوى ان ولادك لما بتصاحبهم بيبقوا جامدين ما شاء الله، محدش يقدر يتنمر، ممكن هو اللي يتنمر بغيره، فصاحب ابنك خليه واثق من نفسه، ولما تصاحبه أدبه على إنه بقوته والأمان اللي هو عايش فيه يحمي غيره من أذى غيره. أما تفرحش يعني إن ابنك بيقل أدبه على بقية العيال في المدرسة. بالظبط. أنت طيب وقوي وكذا، إنما في نفس الوقت أنت تدافع عن الضعيف.
وم ايه اللي بيحصل؟ كتير من اللي بيتنمر بين الناس اللي بيبقوا حواليهم واحد بيتنمر بواحد بيقول له انت عبيط ولا انت بتتهته، انت بتتكلم بالثه، انت قصير، انت شكلك غريب، واحد عنده عيب خلقي معين في الخلقه في شكله. ناس كتير بتبقى واقفه حواليهم، كل واحد من اللي حواليهم بيبقى مستني واحد تاني هو اللي يدافع. يعني انا هو بتفرج على واحد بيأذي واحد، انا برضو خايف لحسن اتأذي انا كمان لو اتدخلت، انا مستني واحد غيري يتدخل. تمام. اللي مننا ولاده عايشين مطمنين وهو انسان مربي ولاده على القوة والادب على طول بيدافع، غير اللي فيه اسلحة تانية نبقى نتكلم عليها في الحلقة ان شاء الله. طيب استاذ احمد، طبعا احنا هنتكلم في كذا يعني شق، وانا عارفة ان حضرتك مهتم بالموضوع ده عن طريق طبعا اليونيسيف وغيرها. انا دلوقتي كيفية المحاربة، يعني انا طبعا طفل هو اللي بيعمل هذه الجريمة نتيجة انه عنده مشكلة في البيت، انا هنا بحارب يعني بعاقب مين؟ انا ما اقدرش اعاقب الطفل الصغير اللي يقوم مش يتعاقب. بالظبط. اللي يسأل الاب والام. بالظبط. طيب حضراتكم بتقوموا بدور ايه بقى؟ خليني ابدا اول من الحمله. الحمله جزء من مشروع مناضده العنف ضد الاطفال بشكل عام بقى. العنف اللي بيبدا من اول الاساءه اللفظيه بينتهي بالاساءه الجسديه اللي ممكن تصل للقتل. يعني دي اشرس انواع العنف. كل اللي في الوسط ده تعدي مهما كان شكله، تعدي بالضرب، تعدي الولاد ممكن يموتوا نفسه. طبعا ما فيش كلام. احنا عندنا دراسة 65% من الاطفال اللي تعرضت للتنمر بتفكر في الانتحار، وجزء منهم جدا انتحر فعلا، ومن مصر كمان. يعني بسبب التنمر ده، لانه قد يكون مؤذي لهذه الدرجة، لان الشخص يفكر انه يتخلص. الهاشتاج يا استاذ احمد اكيد حضرتك تابعته. شيماء هنا بتقول وانا في اولى ابتدائي مدرس قال لي انت فاشله وهتفضلي طول عمرك فاشله وعمرك ما هتنجحي في حاجه، عشان كانت بتلعب كتير وما كانتش بتحفظ، ومن يومها وهي بتطلع الاولى على المدرسه شيماء كافحت التنمر. اسراء بتقول انا تعرضت للتنمر طول فتره دراستي ابتدائيه، وكان بيتاخد مني المصروف والساندوتشات كل يوم. مش بس كده، انا كان بيتنقل مني الهوم ورك اللي تعبت في ان انا احله، ومش فاكره الحقيقه ايه سبب ان انا ما كنتش بحكي لحد مع اهلي، لكن الموضوع ده اذاني نفسيا لغايه دلوقتي لسه سايب علامه فيه. ناس كتير جدا بتحكي المشاكل، يعني في ناس بتعرضت للتنمر بسبب ان شعرها قصير، بسبب ان هي جسمها مليان، بسبب بالزبط حاجات يعني بالزبط. احنا تقريبا عندنا كلنا تعرضنا للتنمر ده بشكل او صحيح بقى. أو مارسنا تنمر بصحبة بعض الأطفال. إنما نرجع بقى للقانون في المسألة. طبعا الدستور المصري مادة 80-2014، دستور 2014 مادة 80 بيحمي الطفل من أي إساءة مهما كانت، من ضمنها التنمر في المدرسة. تمام. القانون بقى القصة حضرتك اتكلمت فيها، أي خطر يتعرض ليه الطفل سواء إذا كان على بيئته أو تنشئته أو صحته أو أخلاقه جريمة. صح. جريمة وفق قانون الطفل. الجريمة اللي بتعاقب عليها طبعا ولي الأمر أو المسؤول عن التربية أو المسؤول. هو ده اللي عن أنا حابة أوضحه. لأنه ممكن يكون المدرسة في أحد دور الرعاية، ويكون المسؤول اللي هم أيتام، ويكون المسؤول هنا هو الأخصائي الاجتماعي أو مدير الدار، هنا برضه هيتلقى هذه العقوبة. العقوبة هنا لو أنا قدرت أثبت هذه الإساءة. طب العقوبة بتوصل لإيه بقى؟ عندنا غرامة تبدأ من 5000 جنيه لغاية 100000 جنيه على مين؟ على ولي الأمر اللي ابنه تسبب في إساءة لطفل تاني أو مجموعة من الأطفال التانية. تمام. وده مهم جدا لازم نعرفه. كويس. عشان نعرف إن المسألة مش سهلة الحقيقة. مش لعبة المسألة عيال. كمان طبعا، والقانون الطفل غطى كل ما يتعلق بحماية الطفل الحقيقة. كويس. بشكل متطور جدا. طيب أروح لدكتورة نوران. دكتورة، في ناس أهالي بتتعامل مع التنمر بطريقة تانية، يعني أنا مثلا بشوف أمهات ابنها بيتعرض لإساءة معينة في المدرسة، بتقوم رايحة المدرسة ماسكة الولد اللي عمل فيه كده هو والمدرس والناس، وتقوم مديهم على دماغهم وحصل وأنا ابني محدش يعمل معاه كده. هو طبعا في الوقت ده بيشوف امه سوبر ماما، يعني حاجه بقى عظيمه جدا. بس بعد كده هل ده صح؟ يعني التعامل بالطريقه دي صح، ولا انا اعمل ايه؟ يعني اروح ازاي واتصرف ازاي في الحالتين، لو انا ابني هو اللي بيقل ادبه على الولاد او بيحصل معاه التنمر؟ هو طبعا بس في البدايه يعني كنت احب ان احنا نقول تمهيد. طبعا الظاهره مهمه جدا ومتواترة مع دخول العام الدراسي. أنا أحييكم يعني على الذكاء في الاختيار، الحقيقة بحيي البرنامج على حسن الاختيار، لأن طبعا هي في وقتها أون تايم زي ما احنا بنقول في العلم. يعني
الموضوعات اللي اثيرت حوله من جانب نفسي ومن جانب قانوني هامه للغايه. لكن انا بس بسال سؤال، هل احنا يعني قبل ما اجاوب على حضرتك عايزه الفت الانتباه ان احنا احيانا احنا الكبار بنتذمر وبنتآمر وبنتنمر. فطبعا السلوك لو احنا بنتكلم على مراحل الطفوله هو طبعا احنا ما حددناش، طبعا في طفوله مبكره وفي طفوله متوسطه اللي هو التين ايجز او المراهقين وفي اللي اكبر. فلو احنا بنتكلم على المراحل دي بوجه عام جنرالي هقول لحضرتك ان السلوك ايميتيشن تقليد للاب والام. فمش بالشرط اللي بيتعرض للتنمر في المدرسه هو الضعيف في الجسد او الاسمين في الشكل اللي هو التخين او الضخم او اللي هو النحيف او النحيل. ممكن اللي بيتعرض للتنمر هو الشاطر الاول على الفصل، ده اللي بيذاكر ده احسن مننا. في الحاله دي الام بتبقى طبعا احنا دايما نلقي بكل شيء على كاهل الام. انا عايزه اقول هنا ان الاسره اسره زواجيه فيها ام واب، دور للام ودور للاب. يا ترى هو الاب بعود الابن على الراحه النفسيه والحديث والفضفضه فيقدر يقول، لان ممكن طفل يتعرض وما يتكلمش ما بيتكلمش. ما احنا عندنا كذا حد احنا مش عايزين معلقين هم على الهاشتاج نقول التحرشات والمشاكل كبيره جدا يعني. هو بيبتدي بصوره صغيره نوع من التريقه او السخريه من الشكل العام او الاطار العام للطفل، بعد كده ممكن يوصل لاقصى الاشياء، ممكن التنمر يحصل داخل الاسره قبل المدرسه. يعني انت عامل نفسك فاهم كل حاجه. أيوة. لما الابن يحاول يتكلم او يقول رايه في مشكله او سريه بسيطه يعني مصيف سفر اي حاجه انت عامل نفسك ان انت فاهم انت لسه بالضبط. صغير. فهل احنا بنعود اولادنا على المشاركه هاو تو بارتيسيبيت معانا في كل الواي اوف لايف كلها في احداث اليوم في احداث الحياه؟ هل احنا بنعودهم حتى على اختيار ملابسهم الشخصيه قبل ما نتكلم للأسف. عن الموضوع ده هي فعلا هي دي بقى دي بتبقى عارفه حضرتك لما تقولي حاجه هيراكل هو خلاص اتعود ان هو يترك نفسه لكل شيء. فبالتالي لما بيتعرض لايذاء او تنمر من مدرس من طالب من اي شيء، اقلال من شانه في اي شيء، محاوله للتريقه على الشكل العام، هو بيخاف يقول في البيت لانه ما اتعودش يقول الصح عشان يقول غلط. تمام. طيب واضح ان في ناس كتير في الشارع كمان ما يعرفوش يعني ايه تنمر. تعالوا نشوف كده راي الناس، هم اصلا عارفين ايه هو التنمر والظاهره دي بتاذي الاطفال ازاي ولا لا، ونرجع نكمل كلامنا مع ضيوفنا. التنمر ده موجود اولا في بعض الاسر، انا بلاقي مثلا الاب او الاخ الاكبر متنمر على الاخوات الصغيرين وكده، فبتلاقي مثلا بيتحكم فيهم بياخد قرارات مثلا مصيريه في حياتهم هم مش عايزينها. يعني اي حد كان مسموح لي يشرب من اي حد، لو في قلم مثلا نسيته اي حد نسى ياخد من التاني، انا لا، انا الوحيده اللي اتعامل وحش لكن كله بيتعامل كويس. لو في اي حاجه غلط اللي هو عليه التنمر هو اللي عاملها، حتى لو اي حد تاني عاملها الفصل كله يشهد عليه. الاغلبيه بتبقى الفقر، ان الحد معهوش فلوس او كده فبيبقى عصبي طول الوقت، فبيطلع ده كله في اولاده اللي هو يقدر عليهم، لكن بره ما يقدرش على اولاد غيره. كان بيأثر نفسيا ان انا انزل بخاف ان انا اعدي من وسطهم، بخاف ان انا بنزل المدرسه اخاف مامي لا انا مش عايزه انزل النهارده دول بيعملوا لي كذا، ابقى ماشيه بحاجتي اللي هو خدوا الحاجه خلاص بس ما تاذونيش، ببقى متاثره نفسيا جدا. دي بترجع للتربيه وبترجع لتاثير الاهل. الاهل لو مقصرين معايا اضطر ان هو يشوف حاجه بره تانية، اشوف حد تاني واتنمر عليه وفضل معايا، فممكن تؤدي لحاجات نفسيه تخليني انتحر. الناس اللي بتعمل كده ما بيبقوش اتربوا كويس في بيتهم، فبيطلعوا اللي حصل في بيتهم على الناس التانيه، فاهم؟ فان هو ممكن ان هم مثلا اهاليهم يربوهم كويس يعودوهم ان هم ما ينفعش يعملوا كده، ما ينفعش يأذوا حد تاني. الطفل ساعات بيكون مولود كده بنقص حاجات معينه، فاندماج بقى اندماج المجتمع معامله خاصه. احنا لازم ان احنا نبتدي نعلمهم ونوعيهم اكتر، يعني ايه ما ينفعش ان احنا نضايق حد، ما ينفعش ان احنا نقول كلمه لحد تضايقه او مش، لان الكلام ده بيفرق. نعمل توعيات اكتر، يعني نعرف الناس ان الاطفال بتتعقد من الحاجات دي وان بتحصل حالات نفسيه بسبب الكلام ده. يعني في مثلا مدرسين في المدارس بيبقوا مضطهدين اطفال معينه بسبب الدروس والكلام ده. كان كل شويه ما حدش يقعد جنبي ولا اي حد حتى الولاد.
ده كان رأي بعض المواطنين في الشارع. خلونا بقى يعني نحلل الآراء دي كده مع ضيوفنا. دكتور عمرو، ايه رأيك في اللي سمعته ده؟ كلام قوي وجميل جدا. عايز بس اوضح ان الظاهرة التنمر بقت ظاهرة لانها العالم كله خد باله منها وموجودة في كل دول العالم، لدرجة انه حد من اقوى الفنانين في العالم عمل فيلم قريب، جولي روبرتس كانت عملت فيلم قوي جدا عن التنمر ده. ارجع تاني واقول ما كان عندها طفل سبيشال نيدز. سبيشال نيدز كان عنده نوع معين من الاعاقة وكان بيتأذي جامد في وقفت يعني. جنبه يعني هو الموضوع كله ام فعلا زي ما الدكتورة قالت خد جوايز بقى. انا بس مش عايزين ننسى ان احنا بنتكلم في مجتمع دلوقتي كل 10 بيتجوزوا في السنة 8 بيطلعوا قبل ما السنة تخلص، من نصهم بيطلعوا الستات حوامل، وبعدين قصة الأب انه عاول على الأب والأم ومش عارف ايه ليها فلسفة ألا وهي احنا مسؤولين عن توعية الأبهات والأمهات بكيفية التربية علشان الولد يبقى فيه قنوات مفتوحة للتواصل بينه وبين الأهل فما يخافش يقولهم وما يتكسفش. دي نمرة واحد، توعية للأسرة سواء الاثنين متجوزين او الام لوحدها السنجل بارنتنج او لو الاب هو اللي بيربي وفي كتير دلوقتي. نمره اتنين، لابد انه يكون في المدارس والمعاهد التعليميه الى اخره نظام ثابت بيمشي عليه معروف للمدرسين وللطلبه. بيتقال للطلبه كده لو حد ضايقك تروح تبلغ فلان. ايوه لما بالزبط. فلان يتبلغ لازم يتدخل. ليها بروتوكول، ليها نظام في العالم كله مكتوب في الكتب. البروتوكول ده لازم يتنفذ في المدارس. يا إما أنت بتساعدي المتنمر أنه يتحول إلى بلطجي. بلطجي إنسان ضد المجتمع. أنتي سوشيال. لا والمتنمر بيه هيبقى إنسان مش سوي هيبقى بلطجي برضو على فكرة. متنمر بيه ده أصله بيحصل له حاجة من اتنين. يا إما بيعطل ويعجز تماما. يا إما بيتحول إلى أنه عايز ينتقم. بيتوحش. من اللي تنمر بيه في المجتمع كله. صحيح بتحصل كده. يعني انا على فكره كنت يعني دلوقتي افتكرت كذا حاجه. كان في برضو احد اصدقائي بيخاف قوي يجي جنب اي اله موسيقيه وهو يعني راجل كبير، فمره بساله ليه انت قال انا وانا صغير كان نفسي اعزف على اله موسيقيه، فالمدرس قال لي انت ما بتفهمش حاجه في المزيكا وعمرك ما هتفهم. بقى بيخاف يجي جنبها، يعني بيقول لي مش قادر انسى الكلمه لغايه دلوقتي وانا كنت في ابتدائي. فاستاذ احمد هنا بقى النقطه اللي بيقولها دكتور عمرو دي مهمه جدا. انا على فكره بشوف مدرسين بيساهموا في موضوع التنمر ده. انا عايز اعرف حضراتكم الحملات دي بتبقى عامله ازاي جوه المدرسه؟ لازم يكون في رادع. يعني انا ما ينفعش مثلا ايه طفل قدامي يعني وانا قاعده كمدرسه فطفل قدامي يتريق على طفل تاني عشان شكله ولا وزنه ولا شعره قصير ولا شعره منكوش فانا اضحك على اساس ان ده دمه خفيف. يعني دي كده المدرسه دي لازم تتحاسب. انا يعني ما ينفعش ان هي ما تتحاسبش. الحملات اللي حضراتكم بتعملوها دي في المدارس اروح ابلغ مين؟ ابلغ ازاي؟ لو انا اكتشفت اتصرف ازاي؟ انا عايز اقف عند سياسه حمايه الطفل داخل اي مكان هو موجود فيه وخصوصا في المدرسه. سياسات الحماية دي ان ازاي الطفل يبقى سهل جدا عليه يتواصل مع شخص. الشخص ده سواء اذا كان بقى تواصل مباشر حتى لو كان بطريق الاتصال، بس لازم يكون هناك شخص في الادارة، قد يكون الاخصائي الاجتماعي، قد يكون شخص يعني في بعض المدارس رشحت ان الاخصائية الاجتماعية اللي موجودة مدربة ومدربة طبعا على احدث البرامج لحمايه الاطفال. وفي نفس الوقت في اربع مبادئ رئيسيه لازم تبقى عندهم ولازم عندنا احنا ولازم في الاسره ولازم في كل مكان يبقى عندهم اربع مبادئ. اول مبدا في التعامل مع الاطفال، اول مبدا عدم التمييز بين طفل واخر لاي سبب، جنسيه، شكل، لون، اي سبب ممنوع. نوع المبدأ الثاني هو الحفاظ على حقوق الطفل في الحياة والنماء واللعب وكل الحقوق. أوكي. والمبدأ الثالث الحماية وطبعا المصلحة الفضلة للطفل فين ونمشي وراه. المبدأ الرابع والأخير المشاركة. وده مهم جدا. دي المبادئ اللي تمشي عليها سياسات الحماية. كويس. أنا أوصل للإدارة والإدارة لازم تاخد فورا إجراء والإجراء ده ضد التنمر سواء إذا كان المتنمر هو الطفل أو المدرس، وإجراء فوري وقدام الطفل. وده في غاية طيب الأهمية. أنا عندي سؤال دكتورة نوران بس أستأذن حضرتك بس معانا تليفون معايا مها من القاهرة. ألو مها معانا ولا مش معانا؟ معايا مصطفى من كفر الشيخ. صباح الخير عليكم. صباح النور، اتفضل يا استاذ مصطفى.
معاكي مصطفى السلموني الاخصائي الاجتماعي دائم صديق البرنامج. اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ مصطفى، وصباح الخير على الدكتور الجميل وعلى الساده الضيوف. اتفضل. طبعا دكتورنا العزيز دايما بيسرينا بالحاجات الجميله. انا بصفتي ان انا مش هتكلم مهنيا، انا هقول لك بس ان اي اخصائي اجتماعي لابد ان هو بيكون عصب الحياه داخل اي مدرسه، زي ما علي الدكتور ما قاله بالنسبه للاستاذ المحامي. يعني مثلا انا كاخصائي اجتماعي عملت قبل كده بحث اجتماعي سميته القيم الاجتماعيه لدى طلاب مرحله المراهقه واثارها في تحقيق الهويه. كل ده كان هدفي ايه؟ هدفي ان انا اعمل اندماج كامل لكل الطلاب. زي ما قلت لحضرتك قبل كده احنا بيئه ريفيه، عند الطالب اللي بيشتم، عند الطالب المتهور شويه، يعني حسب البيئه كل مدرسه فيها البيئه بتاعتها. انا حاربت كل الكلام ده بايه؟ بالانشطه. خليت كل الطلاب، عملت الحلقه الدواره، الطالب لاعب قدام، لازم يرجع ورا مره، لازم يتحرك كده قدام ويراعوا نفسهم. العيال لما كانت بتيجي نفسها يقول لي لا ده انا زميلي ده عينه ما بيشوفش كويس، خليه مكاني. وصلتهم لمرحله ديمقراطيه داخل الفصل. يعني ده بمساعدتي لوحدي، ده بمساعده الاداره، بمساعده المدرسه، الزملاء، ولي الامر، احنا كلنا شركاء. حتى الاعلام الجميل ده لابد ان هو مش حلقه وتروح، انا عايز استمر دايما للتوعيه، عايز اشوف كل مدرسه لابد من تواصل اجتماعي مع حضرتك وتحمينا اعلاميا وتحمينا قانونيا. احنا نتواصل معاك نحكي لك الكلام ده كله. يعني انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده كان نفسي اكون متواجد معاكي او اي اخصائي اجتماعي في الناس، لان احنا نبقى قلنا اللي عندنا ايه، لان احنا عندنا برضه قيود ما بنقدرش نتحكم في كل الحاجات اللي جوه المدرسه، عندنا بعض القيود القانونيه البسيطه، ولكن احنا بنعمل اللي علينا وزياده من خلال طابور الصباح زي ما بعت لحضرتك قبل كده، من خلال مشاركه اولياء الامور، من خلال الطلاب نفسهم، من خلال الاعلام، من خلال الاذاعه داخل المدرسه. وبشكرك وحلقه جميله. الله يخليك، شكرا يا استاذ مصطفى. طيب محمد صفوت زكي بيقول القانون في قانون بس مش بيطبق، لا اعتقد ان هو هيبتدي. نيم من شلبي بيقول كنت نقلت بنتي لاولى ابتدائي مدرسه ثانيه، طبعا دخلت فصل كل اللي فيه كانوا مع بعض من كي جي 1، بيقولوا لها انت البنت الجديده، احنا اصحاب من كي جي 1 وطبعا مش عايزين يلعبوا معاها ومش عايزينها تقعد جنبهم. الكلام ده طول السنه اللي فاتت، وعلى فكره هي اجتماعيه جدا، بس البنت دلوقتي بتطلب ان هو ينقلها فصل جديد، ولو نقلتها هتبقى برضو جديده في الفصل الجديد ومش عارفه هل هتكرر معاها نفس المشكله ولا لا، ولا المشكله في الفصل ده بالذات. كمان محمد بيقول انا بنتي اتنقلت لمدرسه تانية والميس بتاعتها جديده بتقول لبنتي انت جيتي لنا منين بطريقه مش مئزه، بنتي جات لي وكانت متاثره جدا وعماله تعيط وقالت انا وحشه يا بابا، وحكيت لي رحت لمدير المدرسه قال لي معلش وما عملش حاجه. طيب دكتوره نوران ايه رايك بقى في الكلام ده؟ هو بس يعني في مشكله كده، يمكن اخ الاخصائي الاجتماعي سعيده بمكالمته لان يعني دي اكبر مشاركه تتقدم في البرنامج. الحقيقه المداخلات انا بحس ان هي والله وقتها ممكن تكون كمان مفروض اكتر من الوقت اللي احنا نتكلم فيه، لان دي تجربه على ارض الواقع، بتيجي التجربه بمنتهى السهوله واحنا قاعدين في مكاننا. فكره البادي لانجوج دي فكره غير وارده في المناهج الدراسيه، يعني دي اول فكره لازم تبقى عندنا. يعني في بلاد مثلا زي السويد، وانا كان ليا تجربه فيها في ستوكهولم، ان هم الاخصائي الاجتماعي بيهتم جدا. يعني لو تعرفي حضرتك ان احنا بنعمل البريك ايه، مره في وسط الكلاس بريك، يعني هم بتربع ساعه 10 دقائق مش عارفه ايه كده، تو ديفايد يعني الحصص الاولانيه والاخيره وكده، تمام. لكن هم بيعملوا تو بريكس، تخيلي اول بريك للاكل والشرب، تاني بريك للقراءه. يعني زي ما احنا بنعمل في الجامعات بقى بس على كبير ساعات القراءه. في البريك التاني ده بيهتموا جدا ان انت تقوم من مكانك تعمل تمرين بسيط عشان تحرك الجسد، يهتموا بالانسان. يعني احنا عايزين نتكلم على ظاهره التنمر فيما يخص الاولاد بالذات، ان هم بيفضلوا قاعدين في مكان واحد على نفس المكان. تخيل الطفل بقى بالذات الطفوله المبكره، الطفل ما ينفعش ان انا طول الوقت افضل اقول له حتى لو انا ام اقعد في مكانك ما تتحركش، ما تبصش لزميلك، لو رفع ايديه عشان يدخل اي مكان مثلا هو محتاج له اقول له لا خليك قاعد انا لسه ما كملتش كتابه على البورد. بتحصل في المدارس المدرسات، اقعد مكان. يعني انا طفل على فكره، انا بحضر على فكره وبشوف كده مش من مكان، يعني هو دي حاجه مش منطقيه. احنا بنطالب الكبار ان يبقى في مساحه عندنا من الطفوله ان احنا نتصرف بشقاوه كده ونروح ونسافر ونشوف الدنيا. المشكله بقى هنا في المجتمع المصري، ومش تحديدا المجتمع العربي، ان انت هنا يعني في سب كالتشر، يعني زي ما الاخ اتكلم كده انت موجوده بقى في ريف
يبقى ده ابن العمده، عارفه حضرتك الهيراكل ده، وده ابن الاجير، وده مش عارفه الفقير، وده الغني. في ناس بتتعرض للتنمر بسبب الطبقيه وبسبب مثلا شغلانه معينه ابوه بيشتغل شغلانه هي بالنسبه لبقيه الولاد اللي في الفصل غريبه عليه فبيتريقوا عليه. لو رجعتي مثلا لابحاث او فيلد ورك في مجتمعات متقدمه هتبصي حضرتك ان ما فيش المشكله دي. ليه بقى؟ لان هم دلوقتي تمازج ما بين ثقافات، انتر اكشن بين الكالتشرز. فهتلاقي مثلا واحد الاسود وهتلاقي الابيض والتخين والرفيع فروم انديا فروم ايجيبت اللي هنا اللي هنا. لكن مثلا لما تواجهي بالبنت اللي كانت في انجلترا، يعني كان نفسي ان احنا نتكلم على الموضوع ده لانه كان موضوع خطير جدا، المصريه مريم طبعا رحمها الله، يعني تعرضت لتنمر ادى الى الموت، افضى الى الموت، ده حاجه خطيره جدا. يعني دينجرس. مريم يعني مريم كان عندها 19 سنه وتعرضت لل بفعل ايه؟ بفعل انها عربيه وتحمل الملامح العربيه الشرقيه، لون الشعر ولون دي حاجه خطيره جدا. عنصريه الغريبه بقى ان العنصريه دي مش موجوده في كل بلاد العالم الا في من ضمنها طبعا انجلترا فيها عنصريه شديده جدا. لكن انت لو رحتي بلاد اسيويه تجدي المجتمع، لو رحتي دبي مثلا تجدي المجتمع. اذا احنا بنلاقيها دايما في المجتمع اللي بيركز على الثقافه، على الثقافه مش على الشكل. لكن ولا لكن لو رحتي مجتمعات دوليه هتبصي تلاقي الهندي قاعد جنب الامريكان جنب الايه، ما بيقولوش دلوقتي انت في كندا، ما بيقولوش انت من بلد ايه، بيقولي ار كنديان وخلاص. تمام. طيب فهي دي الفكره، السب كلتشر مهمه وازاي تغيري السب كلتشر. تمام. طيب دكتور عمرو، في دلوقتي احد المستاذ ممدوح بيقول اسره بتعالج التنمر بالعنف، يعني بتعالج بمعنى لو حد بص ليك، يعني هو الاهل هو قصده ايه؟ لو الاهالي بتقول لولادها لو حد ضربك اضربه، لو حد هزقك هزقه، لو حد بص لك كده. طب ما ده انا كده بعالج، انا كده بعمل ايه بقى بالظبط؟ بخلق ايه؟ مش انا كده طول الوقت بخلق كلاش ما بين الاطفال وبعضها وكره، ولا ده ايه؟ نظريا اللي بيعمله الاساتذه ده غلط. على ارض الواقع لما اب وام يطلبوا من مدرسه مره واثنين وثلاثه التدخل علشان يفادوا ابنهم اذى زمايله، ففي الاخر ما بيكونش عندهم حل الا انهم يقولوا لابنهم احنا مش عارفين نيجي نقعد معاك في الفصل، ممنوع، وقلنا لهم 100 مره روح يا ابني خد حقك بنفسك. ده على ارض الواقع، عشان بس ما نبقاش جايين من كواكب اخرى. أنا كنت عايز بس أقول كلمة على ما يسمى discrimination اللي هو تمييز. هتكلم على الأدب. من الأدب هو إن وإحنا الأربعة كده قاعدين مع بعض ودخل علينا حد جديد، قالوا لي يا أهلا وسهلا، اتفضل الكل معانا، إزاي الصحة، حضرتك جاي منين، شكلك تعبان، ده أدب. مش هتكلم على الدين لأن أنا مش رجل دين، وإن كان الدين هو الأصل في الأمر. طبعا. من الأدب إن أنا أقول لولادي مين معاكوا السنه دي في الكلاس في الفصل، عندك صحاب جداد ولا لا؟ يقول لك مثلا لسه بنتي امبارح قايله لي اصل عندنا بنت جديده من دوله ما في العالم جات لنا المدرسه، قلت لها عملت لها ويلكم ازاي بارتي ازاي، يعني عملت لها رحبتوا بيها ازاي. رحبتوا بيها ازاي. فقالت لي لا اصل فلانه وفلان كانوا متضايقين انها جايه علينا وشكلها مختلف وكذا. هي دي الديسكريميشن. زي بالظبط كده لما ناس يجوا مثلا حلوين لونهم ابيض يخشوا على دوله فيها ناس لونهم اسمر يحتلوا الدوله وبعدين يعملوا ديسكريميشن ويقعدوا السمر اللي هم اصحاب الارض بعد 300 سنه لحد ما يعرفوا ياخدوا حقهم في ارضهم اصلا. العالم كله على مر التاريخ في ديسكريميشن. دوله كامله تعرضت للتنمر، دوله بحالها. يعني مش تتكلم بس اعمق. القصد في انه الديسكريميشن ضد الادب وضد الاعراف العربيه الشرقيه وقبلها الدينيه اللي فيها رسالات بقى السماويه بتاعت التوحيد، انه الناس سواسيه كاسنان المشط، انه خيركم بالاخلاق بالخلق. الخلق هو ان لما يبقى حد جديد الشاهد في الامر، انا بربي ولادي على كده، اقوم اخلي الظاهره بتاعت التنمر اقل. الحاجه الثانيه، الناس بتعيش ببعض، يعني بعلم الولاد ايه، سواء ولادي بقى وانا في المدرسه مدرس او ولادي في البيت البيولوجيكال، انه انت يا ابني الدنيا لسه قدامك كتير، كلما كنت عندك قاعده اكبر واكثر عرضا من المعارف والاصدقاء اللي بيحبوك ويفتكروا لك الطيب والخير، كلما مستقبلك كان اكثر صحه ونجاح. اقول لك فلان ده كان معايا في المدرسه من 30 سنه، هو اللي لقى لي شغلانه في البلد اللي انا رحتها لان هو كان منها اصلا. يعني مثال ايام ودول بنعلم ولادنا المفاهيم دي. يبقى انت من ناحيه
بتفرضي على الأسرة بالتوعية كيفية التربية، ومن ناحية تانية بتفرضي على المدرس انه يستجيب لما يشوف ابن او ابنة بيتأذي بالتنمر، ولازم يبقى فيه عقاب للمتنمر. تمام. طيب استاذ احمد، هنا بقى من منطلق برضو تبني سيادتك ل يعني شق كبير من حمله ضد التنمر او انا ضد التنمر، دلوقتي انا هسمع الموضوع ده كتير، هل انا هشوف القصه دي موجوده في البرامج في المسلسلات في الكلام ده، هشوفها الفتره الجايه كتير، هقدر اكافحها عن طريق حملات إعلانية أو مسلسل أو فيلم زي الفيلم اللي كان بيتكلم عنه دكتور عمرو من شوية، بس حاجات مصرية بتحصل هنا في مدارسنا وفي محافظاتنا وفي بلدنا ولا لا؟ يعني أنا أتمنى أن ده يحصل الفترة الجاية، وأتمنى أن تتناول الأعمال الدرامية مدى سوء وأثار المدمرة للتنمر على الأطفال لما يبقوا مواطنين. بقى مسألة صعبة جدا، يعني يمكن عندنا دراسات أن من أهم الأثار دي انتشار نسبة الطلاق بسبب العنف الأسري اللي كان بيتم أثناء مرحلة الطفولة. يعني وأصبح الطفل ده زوج وبعدين طلق مراته نتيجه العنف. العنف الاسري اللي هو الستات بيضربوا الرجاله، قصدي لا يعني اللي بيضربوا الرجاله دول بيجيب احصائيات الدكتور عمرو من المريخ. العنف عشان كده دايما لما نلاقي طفل لا يمكن نشجعه على العنف، لا يمكن نقول له لا خد حقك بايدك، ده في منتهى الخطوره، لانه لا يرتب الا عنف. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، وده لازم ننهيه، ما فيهوش نقاش. انا انهيه ازاي بقى؟ انهيه لما اروح اشتكي والطفل ده يجي له حقه قدام عينه. طيب زي ما حضرتك قلت، ما غير كده هو هيرد. ما انا لو جاي حد بيضربني وانا زهقت هضربه. تعالي نتفق، هي منظومه متكامله. واحنا كنا اتكلمنا لسه في سياسه الحمايه، ان ازاي المدير ياخد الاكشن فورا او ازاي الاخصائي الاجتماعي يبقى موجود وفوري. طيب. انما ده ابدا لازم نقول الاسره، لا يمكن ولا الام تروح تقول مين اللي ضرب الواد ده وتتصرف، وده بيحصل ولازم يتوقف. وما اقدرش الومها ساعتها، لان هي ايه حصل مره واثنين وثلاثه والام بتتجنن، يعني ايه انا ابني بيرجع لي مضروب كل يوم المدرسه؟ يعني دي جريمه، لازم نقف عن ان دي جريمه. حاجه ثانيه مهمه بقى اخيره بشكل سريع، الايجابيه. احنا كلنا يعني يمكن الدكتور عمرو اتكلم فيها والدكتوره، لازم يبقى كل واحد فينا يشوف اي تنمر يبلغ. احنا عندنا خط نجدة الطفل 16000، اي تنمر موجود الطفل نفسه لو ما لقاش اي اجابه من اداره المدرسه يتصل ب 16000. الاسره بدل ما تروح هي تضرب، لا تتصل ب 16000. اي شخص النهارده شاف قدامه اساءه لطفل او نقص من حمايته تعدي، يتصل ب 16000 مهما كان. والمفترض ان هم عندهم لجنه كبيره، وانا احد المستشارين فيها قانوني، فورا يتجهوا للطفل لحل مشكلته مهما كانت المشكله دي. تمام. طيب دكتوره نوراء اتفضلي. هي لان في هوت لاين، ده مهم جدا. يعني انا شايفه الحل ان احنا اساليبنا لازم تختلف، لازم في عودة. يعني كان في فترة احنا حتى كنا بنشارك بالاستشارة في مراكز حل المشكلات الأسرية بتبقى تابعة للجامعات. فطبعا دي يعني دورها تقلص جدا، دي كانت مهمة جدا، وكانت بتروح للطلبة في المدارس، وكان في بروتوكول بينها وبين وزارة التربية والتعليم. يعني المفروض ان احنا بنتقدم للأمام، فدي مهمة جدا. تاني حاجة، تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي. يا جماعة معلش، مع احترامي للي بيتكلم عن الأخصائي الاجتماعي وللأخ اللي عمل المداخلة، لازال الأخصائي الاجتماعي هو بتاع رحلات. احنا كلنا حتى لما بنيجي نتعين فيقولوا لنا أخصائي اجتماعي، نقول لهم ده بتاع رحلات. يعني لازال المفروض حاجة، يعني احنا مش عارفين هيتفعل امتى، هياخد دوره وقوته في المدرسة. مين اللي هيمنحه المدرسه غير الوزير والقائمين على المدرسه والقائمين على العمليه التعليميه؟ لو هو تم تفعيل دوره، ما اجيش اقول له اصل ده ابن الاستاذ الفلانيه مش هنقدر نزعله، مش ده بيحصل. دكتوره، الاستاذ مصطفى عمل حاجه، لان هي دي انا بتكلم جنرالي. لا هي عرضها لعموما، معظم الاخصائيين الاجتماعيين غير، معلش يعني مش هظلم الناس. الاخصائيين الاجتماعيين اللي عايز منهم يشتغل بيحقق ثورات وطفرات في تكوين الاطفال اصلا. لم امس شخص بعينه، لم امس شخص بعينه. بس القصد لدرجه حضرتك ان في بعض الدول المتقدمه اللي بيحصل على مهنه الخدمه الاجتماعيه او العلوم، اللي بيحصل على دراسه في الهيمنه او العلوم الاجتماعيه،
بيوجهولي المحليات مش بس اخصائي اجتماعي في المدرسه، لانه هيعرف الجيوغرافيك المنطقه الجغرافيه اللي هو فيها فهيقدر يسدي الخدمات فيها وليس اقلالا من شان حد. يعني عامه احنا للاسف وقتنا بينتهي، بس يعني الموضوع ده ما خلصش، احنا لازم يعني لازم نتكلم فيه، خصوصا ان احنا زي ما الدكتوره نوران قالت كده احنا ايه داخلين على دراسه. اكيد هنواصل الكلام في الموضوع ده ولنا لقاءات اخرى اكيد مع ضيوفنا علشان نوصل لحل. انا بتوجه بالشكر والتحيه ضيوفي الاعزاء دكتور عمرو يسري استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. بتوجه ايضا استاذ احمد مصلحي المحامي بالنقد وعضو الفريق الوطني لمناهضه العنف ضد الاطفال، شكرا لك يا استاذ احمد. وايضا دكتوره نوران فؤاد استاذ علم الاجتماع السياسي، شكرا جزيلا. مشاهدينا انتظرونا بعد هذا الفاصل ومع امضه جواز الصالونات، ابقوا معنا ونهايه الاسبوع. الطريق الدائري الإقليمي هو أحد أهم الطرق التي أنشأتها الدولة لمروره بنطاق 6 محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الفيوم. ويهدف لتقليل زمن الرحلة التي يقطعها قائد المركبات في ظل أحجام الحركة المرورية المرتفعة داخل المحافظات، كما أنه يعمل على تسهيل حركة نقل البضائع ويحد من الحوادث على الطريق. تبدأ وزارة الداخلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان على الطريق الدائري وداخل القاهرة الكبرى يوميا، وذلك اعتبارا من السبت الموافق 15 سبتمبر الجاري من الساعة 6 صباحا وحتى 12 من منتصف الليل. ويشهد الطريق الإقليمي تواجدا أمنيا ومروريا مكثفا على مدار اليوم تزامنا مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء. وتحذر وزارة الداخلية قائدي سيارات النقل من عدم الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة، حيث ستقوم الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. عرفت البنت مثلا، عرفت عنها كل حاجه تمام، لكن مش هينفع اروح اتجوز واحده يعني اللي هو اول مره اشوفها وانا رايح اخطبها، مش هينفع. الصالونات بيبقى كل واحد بيتجمل في البدايه، يعني مش دايما بس بيبقى الغالب الداخل ده الشخص بيبقى داخل بيتجمل وهي قاعده برضه بتتجمل، مش بيبقى الحقيقه ظاهره. ما عشان برضه نتعرف الاول الاصل والقرايب وكده يعني. لا لازم اتعرف على حد الاول واختبره كتير واشوف يستاهلني ولا لا، او لو ما يستاهلنيش يعني خلاص. الانسان بيكون متعرف على الانسان قبل كده فبيكونوا فاهمين بعض وعارفين بعض. يعني بيبقوا عارفين بعض، بيعرفوا عيوب ومزايا بعض. انما الصنود ده استعجال. والله بيبقى الاثنين فاهمين بعض اكتر، واخدين على بعض اكتر، فبقى في تفاهم بينهم يعني. برغم من ان الشباب اللي شفناهم في التقرير شباب والبنات واضح جدا هم بيفضلوا الزواج عن حب علشان الاستعجال وعشان حاجات كتيرة قوي، وعشان برضو قصة ان هو هيشوفها لأول مرة او هي هتشوفه لأول مرة وحاسس ان في حاجة مفروضة عليه. يعني في نفس الوقت في بعض الناس بيفضلوا الزواج التقليدي او خلينا نقول عليه زواج الصالونات. ليه اسمه زواج صالونات؟ لا علشان بيبقى مرتب جدا من الاسرتين او من العيلتين، وبيبقى هما رايحين عارفين بالظبط ايه السيكونس اللي هيحصل وايه اللي هيتم وايه اللي مش هيتم، يعني يا حصل يا ما حصلش. هنعرف بقى يعني ايه الافضل، والاكتر عايز اعرفه رايكم. يعني يا ريت تبعتوا لنا او تكلمونا على ارقام تليفوناتنا اللي قدامكم على الشاشة، ايه اللي افضل بالنسبة لكم، هل زواج الصالونات ولا الزواج عن قصة حب؟ دكتورة هبة عبد العزيز الكاتبة الصحفية ومتخصصة في شؤون المرأة، اهلا بيكي. اهلا بيكي، صباح الخير. صباح النور. ايضا الدكتور شريف العماري مدير المركز الاستشاري للأسرة والمجتمع، اهلا بيكي يا فندم. اهلا بحضرتك. ضيوفنا النهاردة هيقولوا لنا من وجهة نظر كل حد فيهم
ايه الافضل، هل الزواج عن قصه حب ولا زواج الصالونات؟ دكتوره هبه اتفضلي. لا انا طبعا ما بفضلش زواج الصالونات خالص على اي حال من الاحوال. انما هو كوضع راهن هو موجود طبعا، في ناس كتير بتلجأ له، ممكن لربما لانه رتم السريع للحياه خلى انه ما فيش يبقى في احتكاكات مباشره طول الوقت، او بيدي كل واحد مساحه كويسه ان هو يشوف الطرف او يبحث عن نصفه الاخر زي ما بيقولوا، وربما نتيجه الانفتاح الفظيع في وسائل الاتصال والتكنولوجيا عملت بعض الخبرات السلبيه او السيئه عند بعض الشباب، فاصبح بالنسبه لهم انه يعني مش هتجوز بقى من البنات اللي انا بصاحبهم واللي بعرفهم على الفيسبوك وعلى الشبكه العنكبوتيه عموما، وهشوف انا اي حد مامتي تجيبه لي وخلاص. مش لازم على الفيسبوك، لسه ممكن تزملته في في الجامعه، ولا في الشغل، ولا جارته، اي حاجه. لا بقى ما هو دلوقتي هو قاعد في الجامعه، قاعد في الشغل، قاعد في وسيله المواصلات، على الانترنت. هو يا واتساب يا في المهم اي سوشيال ميديا. تمام، هي هو دي كانت حياتنا، ده امر واقع دلوقتي. فيعني اقصد اقول من كتر الانفتاحات دي هو بقى عنده في النهايه يعني ازمه نفسيه، تجربه وحشه. تجربه وحشه، فالتجربه دي بتخليه دايما ان هو يدور على طريق شرعي. اوكي، فالشرعي دي فعلا يعني ماما هتجيب لي عروسه بقى، فماما اللي هتجيب له عروسه دي على اعتبار ان العروسه دي لسه بالبرشامه بتاعتها بالسلوفين، والله اعلم يعني ما هي ما هو تطلع كويسه تطلع ما تمشي الدنيا ما تمشيش. ما لا، وبعدين ده ممكن، ما هي ممكن نفس الشخصيه يبقى كان عندها برضو نفس يعني، ما هي برضو تكون من نفس نوعيه الناس اللي انت تعرفت عليهم قبل كده. انت ليه مفترض عشان انت ما تعرفهاش انه ان 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 هي يعني لسه على حالتها؟ دي موروثات يا دكتور هبه، يعني ارجع لك فيها مره ثانيه. دكتور شريف ايه رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل. الحقيقه موضوعنا النهارده بيتميز ان هو احنا بنتكلم في فرعين ما لهمش ثالث، هو الزواج حاجه من الاثنين، اما تعارف خارجي علاقه وحب او غيره، او تعارف من غير حب يعني تعرفوا على بعض عن طريق العمل او غيره وراح تقدمناها على طول، او زواج المعارف او الزواج التقليدي او الزواج المرتب او زواج الصالونات. مساله الاصطلاحات مش مشكله فيها خالص. حضرتك قلت لي تعرف مثلا زي ما تعرف الخارجي من غير حب، احيانا بيشوف حاسس اعجب بيها بس ما حبهاش لسه. ايوه يعني شايف ان دي شخصيه مناسبه، شخصيه كويسه وناجحه واه مناسبه ليا وراح اتقدم لها ومش راح اتجوز على طول بقى. فاحنا بنتكلم على موضوع فيه طرفين حوار او طرفين تنفيذه ما لهمش ثالث. هل في طريقه ثالثه للزواج؟ لا، هما الطرفين اللي بنتكلم فيهم. فده متميز حديثنا النهارده ان محصور في اللي احنا هنقوله. طيب على ارض الواقع نسب نجاح زواج المرتب اعلى بالاحصائيات الموجوده على الانترنت وغيره من الزواج التعارف الخارجي. خارجه منين الاحصائيات دي يا فندم؟ موجوده والله في جامعات عالميه وعن طريق المراكز الاسره. انا عن طريق عندي مركز اسره مثلا، فعندي في ناس كتير جدا من اللي اقدموا على الزواج عن طريق المعارف او عن طريق العائلات، الزواج العائلي او الزواج المرتب، كانوا انجح واميل الى نمو الحب بينهم غير اللي عرفوا بعض بره فترة طويلة وحصل بينهم علاقة كبيرة جدا قبل الزواج. وبعدين السلبيات في الغالب ما بتظهرش غير في البيت، ده كلام أظن احنا هنجمع عليه، لان دي كشف احنا لما بنقرب لبعض وبننام ونصحى مع بعض. يعني انا النهارده مع حضرتك في الاستوديو ضيف حضراتكم اخواتي وكده، في برضه تحفظات الى حد كبير وده امر اظن ما فيهوش خلاف، انما لما نعيش ونسافر مع بعض بقى ونقعد مع بعض بيظهر سلبيات ربما ما تكونش داعم لنجاح العلاقه بينا. ممكن النهارده الدكتور شريف ده شخصيه احنا بنستفيد منه لو رحنا مع بعض. طب خلينا نتفق ان الاحصائيه دي خارجه من عند سيادتك في المركز، لان انا حضرتك تذكر لي اسم الجامعه. لا بس موجود جامعه هارفارد، موجود في 2011 جامعه هارفارد قالت جواز الصالونات انجح. هو في جواز تقليدي في هارفارد موجود دي احصائيه التعارف عن طريق الزواج. هل يا فندم مش انا اللي بقول؟ لا احنا بنتكلم، انا في الاول يا فندم قلت على مصدر، المصدر موجود. لا انا لا معلش، لا بس انا عايز اقول لك الفكره. لا مش هنتناقش على مصدر، هنحود الحوار. لا انا قصدي المصدر، لا قصدي ان انا في الاول خالص قلت كل واحد في حضراتكم هيقول الموضوع من وجهه نظره ومن دراسته، ماليش دعوه بقى لا حد قاله ولا ما حدش قاله. دراستي برضه بشوف هل ده موجود برايا ولا انا بس. تمام، لازم افهم برضه امر زي كده. طيب خلينا نتفق على ان احنا لما نقعد في مجلس او اثنين او 20 غير لما نعيش مع بعض سنه واثنين وثلاثه، خلاص بتظهر الامور السلبيه، ممكن يحصل فجوه بينهم غير التعارف اللي هو مرتب. اولا عدد العقول المفكره في الزيجه دي
بيبقى ايه كبيره، اللي هم عرفوهم على بعض، الاخوه والاخوات والجيران والعمات والخالات كلهم بيفكروا في نجاح المشروع ده، غير لما بيكونوا هم طرفين فقط. في هم الطرفين دول بعد كده اكيد هيلجأوا لاهاليهم والمعارف. مفهوم يا فندم، يعني مفهوم، بس هم اختاروا خلاص. بص يا فندم، الفرق بين زواج الصالونات على حد التعبير الدارج والزواج الحب على حد التعبير الدارج ان هنا بيختار بعد كده يتقدم، والتاني بيتقدم بعد كده يختار، لانه زواج الصالونات او زواج التعارف العائلي طيب. لما يروح يتقدم ده مش معناه ان هم اتجوزوا خلاص طيب. ممكن أنا يفكروا وما يحصلش نصيب، انما التاني خد قراره بره. ده مش معناه ان هو هيتجوز برضه. بس لا يا فندم، لا ازاي، ما هو ممكن يحصل، ما هو عيلتين بعد كده هيتعرفوا على بعض، ممكن يحصل خلاف ما بين العيلتين. ماشي، بس هم في الغالب خدوا القرار، وهي قالت لماما وقالت لبابا، ما هو برضه اسر كويس، وقالت لماما وقالت لبابا، وهو قال لمامته وقال لباباه، وخلاص احنا مقتنعين، بس رايحين بس ننفذ اليات. طيب اتفضل. في دكتوره هبه بنات مثلا بتقول لي انا يعني هم ابتدوا، انا ابتدوا يبعتوا كانوا من اول الحلقه او شباب، قصه جواز الصالونات دي بالنسبه له، في ناس قالت ان هي نجحت معاها بس في نص الزواج كان حاصل فجوه نتيجه ان هم عارفين ايه اللي بيتم، او يعني الحياه مش سامحه بده قوي دلوقتي. وفي ناس بتقول مثلا وانا رايح اتقدم لواحده او هي جاي لك عريس، طبعا البنات اللي قاعده تتفرج علينا دلوقتي معظمها تبقى عارفه ما هذا الاحساس الغريب، ان في حد هي كاتبه كده بالظبط، انا حاسه ان في حد جاي يتفرج عليا وانا مش عارفه مين ده وايه اللي هيحصل، والبنت عندها بانيك وعمرها 27 سنه. طيب عايزين بس نقول انه مبدئيا كده ما في يعني جواز الصالونات، احنا انا ضد فكره ان احنا نقول ان هو انجح ولا الجواز عن حب او 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 خلينا نقول عن اختيار مش عن حب، يعني بصفه عامه عن اختيار. ما هو انا ممكن اختار فعلا شخص ده يصلح لي للزواج انا كبني بس آدم، العيله تختار لي حد ثاني. لا اقصد اقول انا او راجل يختار امراه معينه يتجوزها، زميلته جارته يعني اي وات ايفر يعني هي ايه، بس في النهايه مش عن علاقته، بس هو شايفها مناسبه، بس هو اختياره هو اختياره هو تمام، يعني قصدي اقول ما حدش دخل وسيط عشان نقول عليه صالونات، فاهمه وجهه نظري؟ مش لازم يكون عن حب، هو شايفها شخصيه مناسبه وهي شايفاه كويس ومحترم حلو. الزواج بصفة عامة بشكل عام نجاحاته أو فشله أي ما يكون، سواء كان هو عن طريق اختيار شخصي أو اختيار محدد أو عن طريق صالونات أو معارف، هو في النهاية في مشكلة كبيرة حوالين موضوع الزواج والانفصال، وبقى وإيه الدراسات عن الجهاز الإحصاء عندنا مؤخرا بتقول إنه فئة الطلاق كبيرة جدا في السن الصغير، كل دقيقتين من 20 ل 40. طيب وبعدين في سن الصغير في الفتره في سن، ايوه ما بقول حاجه من 20 ل 40 سنه يعني اقصد اقول انه كمان يعني في الحديث يعني مش الكبار في السن، يعني اقول ده مؤشر مش كويس للاجيال اللي بتطلع اللي بعد كده، انها بتتغير والسن بيقل، المعدلات بتزيد والسن بيقل، فلازم حد بتوع علم بقى اجتماعي يتخصصوا جدا في مراكز البحوث انه ليه بيحصل ده، طبعا في 500 سبب. فاذا لما يبقى في جواز صالونات يبقى في دخل طرف ثالث، الدكتور كان بيقول من شويه انه بيبقى في اطراف كتير حابه ان الموضوع يمشي، ده على عيني وعلى راسي، بس برضه الدكتور قال حاجه بيقول لك ما هو اصل احنا مش بيبان حقيقتنا غير بالعشره والمعامله في البيت، فانه مش بالضروره انه يعني انه حبوا بعض الاول ان هم ينجحوا، مش بالضروره. طب العكس ده يثبت يعني عكس الكلام اللي حضرتك بتقوله، انه هقول لحضرتك ازاي، لانه وهما جايين في صالونات في مكان شيك والعائلات قاعدين، العائلات كلها لابسه احسن ما عندها ومقدمين احسن ما في مطبخهم وجايبين احسن فرنتشر وعاملين احسن اساس، يعني الفيك او الصوره المزيفه اكبر بكتير من ان اتنين احتكوا ببعض بطريق مباشر. اتنين احتكوا ببعض حضرتك بطريق مباشر وخرجوا وسافروا بيشتغلوا مع بعض راحوا في الجامعه مع بعض، يعني على الاقل لو مش شايفين بعض تحت سقف البيت بس على الاقل شايفين سلوكيات بعض عند الغضب، لما يشوفوا حد محتاج، لما يشوفوا حد وقع في ازمه، لما يعني في سلوكيات كتير اكتسبوها، قدرتهم على تحمل طيب. الاخر انفعالاتهم. كلام جميل. خليني اقول لكم على حاجه، التعميم في الحاجات اللي ليها يعني دعوه بالعلاقات او من المشاعر مش مطلوب، عشان يعني بقول لحضرتك ايه الجواز بصفه عامه، ما انا هقول لك حاجه انا هقول لك يا ممكن قوي يبقى عندي دلوقتي جواز عن حب
وبعد شويه البنت او يعني الزوج بيجي يقول لك ايه هو يعني اتغير او هي اتغيرت. في حالات كده والجواز عن قصه حب فظيعه. في حالات كده في جواز عن قصه حب وفي النص بتحصل قصه حب ثانيه مثلا فبينفصلوا. في جواز صالونات بيبقى بادئ غلس قوي وبينتهي كويس جدا وبيحبوا بعض. هو الموضوع ملهوش قاعده معينه. هو الموضوع زي ما دكتوره هبه بتقول اختيار. انا بختار على اساس ايه؟ وبرضو الاختيار ما ينفعش يخلو من المشاعر. ما ينفعش الاختيار يا جماعه يخلو من المشاعر. ليه؟ هذه المشاعر اللي بتخليني اتحمل مشكله، ما اقفش قدام على الواحده، ما مش كل شويه اقول انا عايزه اتطلع، مش كل شويه اقول انا عايزه الشحن بتاعي بطاريتك بالظبط الطاقه. ايه اللي بيخليني اقف قدام الدنيا كلها عشان حد، او حد يقف قدام الدنيا كلها عشاني؟ ايه اللي بيخليني بلاش الزوج؟ ايه اللي بيخليني لو شفت مثلا طفل مش حتى ومش ابني بيتعرض لخطر اروح اجري عليه؟ ما دي مشاعر. المشاعر ما نستهونش بيها. لا انما الموضوع لما يتحول لبيع وشروه سواء عن حب بزنس او معلش اصل بنتي لازم تتجوز بنت فلانه عشان هي ما اعرفش ايه. لا هل طبعا كل امر اجتماعي ده طبعا فرع من علم الاجتماع يعني الزواج والاسره وكده. هل كل امر اجتماعي علشان ينجح لابد يكون ليه دعائم؟ ولازم ندرس اسبابه برضه. طيب دعائم نجاح الزواج عن حب اكبر ولا دعائم نجاح الزواج اللي هو التعارف العائلي اكبر؟ ده واحد. اتنين، احنا بنلجا للزواج عن حب عشان ظروفنا ولا بنلجا للزواج اللي هو عن طريق العائلات عشان ظروفنا؟ طيب الدراسه الاجتماعيه بتقول ان الزواج عن حب ده دارج في كل المؤسسات والاجتماعيات، يعني مدرس ومدرسه، موظف وموظفه، جار وجاره، زملاء في الدراسه، قرايب، ده امر دارج جدا 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 مفيش عليه كنترول خالص. طيب يبقى الثاني الزواج النوع الثاني هو اللي احنا بنلجأ له ليه؟ لان في اسباب. من ضمن الاسباب كتير بنات قالت انا بصراحه نسيت نفسي ما بين دراستي وما بين شغلي وما بين اخواتي وماما وكلام زي كده. طيب جت خالتها قالت لا يا ماما انت ظروفك المفروض تبداي حياتك الزوجيه، وراحت مساعداها. هل ده هنا داعم لفشل؟ هل ده هنا ما ساعدهاش؟ البنت فعلا ناسي نفسها، دراسات عليا وعمل ونجاح وكلام زي كده، فاحتاجت للزواج العائلي او اللي بيقولوا عليه زواج صالونات. طيب هل هي ما عندهاش حد؟ لو هي طلبته يا دكتور ما تطلبش. ايوه، ما هي دلوقتي في بنات بتقول لك انا في وضع اجتماعي يا دكتور يا استاذه الزواج بالنسبه لي حاجه هتكمل الحياه. يا فندم في وضع اجتماعي قابلنا كتير جدا جدا ان هي ما تطلبش ابدا، هي ما فيهاش عيب اصلا. ده وشافت شباب كتير، لكن هو الموضوع ما قابلهاش. انا مش قصدي كده، انا مش قصدي كده، انا مش قصدي ان هو زي الشباب قال لي يا ماما شوفي لي عروسه. لا مفيش، انا مش قصدي كده. ان هي بتقول انا في هذه المرحله خلاص، يعني لو جه حد وشفت ان حد مناسب انا هتجوز. في ما بيقولش خالص، هو منخرط مع الحياه العلميه والعمليه. لا هي انخرطت فنسيت، ده كلمة نسيت دي اتقالت يا فندم. هي نسيت خلاص، نسيت نفسها كأن هي تبدأ حياة زوجية ناجحة في عملها، ناجحة في دراستها جدا. بس يعني جداً هو في حالات يعني في حالات حقيقي بتبقى زي كده، وفي حالات تانية بتبقى تقول لك يبقى احنا هنا الملاذ. بص يا استاذة مها، انا عايز اقول هنا ايه، انا عايز بس ادي فكرة معينة. وانا طبعا نصيب ده قضاء وقدر طبعا يعني. لا بتنسى، انا برجع للنصيب يا دكتور لسبب. في رجالة بتنسى، ناسي انها واحدة وهو بينسى انه راجل. لا نسي يتجوز يا فندم، نسي يتجوز. لا لا نسي يتجوز في يا فندم. لا صعب، اعرض على حضرتك امثله، ده في علماء كمان. لا صعب. يعني سيدنا الامام احمد بن حنبل قال انا نسيت، هو قاعد لحد 40 سنه، لحد 40 سنه وراجل امام من اهل السنه. لا دلوقتي المهم بتناشد بشخص هو فضل مشهور بس سنة كبير. معلش زمان كان كبير يا فندم، زمان كان كبير. طب انا عايز اقول ايه؟ طب الرسول عليه الصلاه والسلام، اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحانه وتعالى يعني اللهم صل وسلم عليه يا رب. ربنا سبحانه وتعالى لما بلغه بالدعوه بلغه بدا من امتى؟ 40 بس كان متزوج بقاله 15 سنه. لا طيب ما نخرجش من الموضوع، هنقول بس ايه، هنقول هنا. انا عايز ادي فكره، اقول انه 40 سنه ما كانش، مش فكره النسيان، ده دكتوره ندوب. بص انا عايز اقول فكره صغيره خالص، فكره صغيره خالص. ايه هي؟ ان الزواج الطبيعي اللي هو بتاع التعارف عن طريق اي حاجه، الشغل او الدراسه، ده خلاص ما حصلش فبيبقى ملاذنا عشان البنت والولد. انا ما بتكلمش على البنت بس، خلي فكره على فكره، الولد احيانا بيحتاج لذلك برضه. البنت والولد يبداوا حياتهم الطبيعيه، تكوين اسرتهم الطبيعيه، بيبقى الملاذ بتاعهم المساعده العائليه اللي هو زواج الصالونات. اذا هم، طب اكمل معلش على كلام، مش اذا هم تقبلوا. في شباب وبنات بيقول لك انا مش عايز اكبر يعني. حضرتك قلت حاجه يا استاذه مها غريبه، قلت ايه؟ البنت بتقول انا حد جاي يتفرج عليا. طب ما انت هتتفرجي برضه. لا والقرار قرارك،
هي مين اللي قال هتفرج عليها؟ لا انا ما اقدرش. بص عارفه مين اللي قال يا فندم؟ اقول لحضرتك مين اللي قال؟ ماري مونيب لما راحت شدت شعرها وجابت لها بندقه والدراما. لا يا فندم دي بنت عندها 27 سنة. حد جاب لك بندقه يا دكتوره؟ لا 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 حد جاب لك بندقه؟ لا بيعملوا حاجات مشابهه بس انا هقول لحضرتك. ولا هي بتقول له يا ابني ده اختيارك وانت اللي هتعيش؟ الثقافه اتغيرت. هي كل واحده ما انا بقول لك عشان الثقافه اتغير كل واحده وليها عقليه ثقافه ولازم احترم عقليه البنت وعقليه الشاب. تمام ما اقدرش اقول لها انت لازم تقعدي تشوفي العريس ده. انا برد. طب شوفيه وخلاص. وهي مش عايزه. لو هي مش عايزه وهو احسن واحد في الدنيا هتطلع فيه عيب. انا فاهم. انا برد على كلمه واحد جاي يتفرج عليا. جات منين؟ ما هي كمان هتتفرج. جات من ماري مونيب الثقافه بتاعت الخمسينات ان الام تروح تشد الشعر تجيب بندقه كلام زي تقرصها واخده بالها. لا 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 الام ما بتعملش كده. معلش هل ده موجود؟ لا مش موجود. بل بالعكس البنت ما بتدلقش الشربات والحاجه الساقعه والشاي. الكلام ده كان زمان. هي ما قالتش كده خالص. انا حرام ان انا اظلم البنت. لا ما يضايقنيش. حلو. لكن الام الانثى بطبيعتها لما تحس انها فرجه ده يضايقها. امال الاختيار يبقى ازاي؟ طب ما ده بقول لحضرتك من غير فرجه. لا يا فندم حضرتك لسه قايل دلوقتي وحضرتك ضد. حضرتك انا لا ضد ولا مع. ما حدش ليه دعوه برايي. انا بتكلم انا بسمعكم انتوا الاثنين. انا بس بقول لحضرتك حاجه. اتفضلي. حضرتك لسه قايل دلوقتي لو هي مش متقبله هذا النوع من الجواز مش هتشوف العريس اصلا. وهو لو مش متقبل هذا النوع يقول لك لا ما تاخدنيش. إيه انا معاك. هي ما تتقبلش ليه؟ دي حاجه شخصيه. هي حاجه ترجع لها. حرة بقى. حاجه شخصيه. ما اقدرش اقول لها انت لو اتجوزتي زميلك في الجامعه ولا زميلك في الشغل تبقى انت كده وحشه. لا مين اللي قال انها وحشه يا فندم؟ انا بقول لحضرتك الطبيعي ان هي بتشوف حد وهو بيشوفها يروح. طب ما من غير تعارف خالص. في واحد قعد جوز 4 بنات وسنه عدى 40 وبعدين شاف واحده عجبته شكلا كده وراحت قدمه نجح ونجاح كبير جدا 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 ولا حبوا بعض وده اسمه تعارف خارجي مش صالونات برضه. جوز 4 بنات يعني اخواته البنات طبعا قعد فتره طويله اتاخر على سن الزواج وبعدين شاء سبحانه وتعالى انه يشوف واحده سوبر ماركت في غيره. المهم انه راح اتقدم لها ونجح. ده نصيب. ما ده اللي بيقول حضرتك هنا ده تعارف خارجي اهو وناجح مفيش مشكله خالص. هو انا برجع كل الموضوع زي ما قلت لكم في الاول. ممكن زواج عن حب يفشل او ينجح. ممكن زواج صالونات يفشل او ينجح. بس في نسب على حسب النصيب. انا ماليش دعوه بالنسب. انا ما اعرفش يا فندم النسب. لا مش علم الاجتماع بيدرس النسب. حسب النصيب. انا بقول على حسب. لا يا فندم دي ليها الحياه دي ليها قدسيه كده معينه. اذا كان ما فيش نصيب يعني بيقعدوا مع بعض 20 سنه وبعدين بيسيبوا بعض وكل واحد بيتجوز حد تاني ما هو ده نصيب. انا ما اقدرش اعبث في هذا ابدا يعني. في ظل الضغوط اللي احنا بنعيشها الحياتيه والمجتمعيه في ظل الظروف والانفتاحات الكتيره قوي اللي حاصله على مستوى التواصل والاتصال. لو انا ما عنديش لو انت لو يعني لو الشخص لو كل طرف من التاني ملوش رصيد عند الاخر كفايه مش هيستحمله بعض. مش هيستحمش عشان على اقرب خطا او اقرب فجوه او اقرب خناقه هينفصل وده اللي بيحصل. امال احنا بقى بسمع الكلام اللي زي ايه واحد مثلا جاي متقدم لواحده وهو يعني متجوز واحده تانية هتيجي تقول له طب انت عايز تتجوز على مراتك ليه؟ المشكله بقى ايه؟ يعني مبعوته لي 90 مره انا هقولها مره واحده عشان هي مبعوته كتير ماشي؟ فيقول لها اصل انا متجوز واحده جوزت صالونات يعني مش فاهمه. اصل انا متجوز واحده قريبتي ماما كانت جايبها لي. اصل اتجوزت وانا صغير. ايوه هي المفروض كده ده سبب يعني؟ انا فاهم حضرتك. انا فاهم حضرتك ليه يا فندم؟ عايز لان هو هنا ما اختارش هم اهله اللي اختاروا. بالظبط يعني لا دي ليها ذنب لا دي ليها ذنب ولا دي ليها ذنب. لا هو في الحقيقه ممكن يبقى هو اختار وافق وهو وافق على اختيار اهله لان ما فيش واحد هيجوز راجل كده وهو مغميه وضامم ايديه. بس هو الحقيقه ما اكتفاش وما شبعش فبيوجد مبرر شيك للانثى اللي قدامه يعني كده يقول كده لما وخلاص. يعني انت بقى يعني اصل مفيش انا ما فهمش الراجل يقول لي اصل انا متجوز يعني ايه اتجوزت يعني ايه يعني يعني كتفوه وحطوه جوزوه بالعافيه. لا مش منطقي. هو في كده اذا كان هو ما كانش عنده حريه قرار ثواني بس بالظبط. البنات يا بنات انتوا دافع ايه اللي بعتين المشكله دي اسمعوا لو سمحتوا لانه ما ينفعش ما يبقاش عنده القدره ان هو ياخد قرار حياتي ومصيري زي ده وانا اصلا امنه على حياتي. يعني ده اذا كان هو قرار زي ده واخد شراكه مدى الحياه بعتبر ان الزواج شراكه مدى الحياه. اكبر اسباب فشل الحياه الزوجيه السرعه تسرع طبعا. فلابد ان احنا ندرس الامر كويس لان ده اكبر مشروع واشرف مشروع شراكة أبدية الإنسان بيقدم عليه في حياته مفروض.
فلابد ان هو يكون محل دراسه واهتمام اكتر من كده يعني. ونبعد عن الضغوط يعني يا بنات ويا شباب بطلوا بقى قصه انت كبرت انت كبرت الخوف من شرح الاسره. لا مفيش الكلام لو سمحتوا لا في اسر بتعمل غلط. كده غلط. بتعمل غلط. واللي بيحصل ايه ان بينتقلوا من خاله عوانس لخاله مطلقات يعني ايه يعني ايه الجديد ايه الاضافه ولا دي يعيبها ولا ده يعيبها ولا يعيبها ان هي ولا التاخر ولا التاخر ولا الطلاق انت ما يعيبكيش اي حاجه ولا انت عيبك اي حاجه غير عقلك وطريقه تفكيرك وشغلك واختيارك في الاخر. طبعا احنا بنقول ان كل حاجه نصيب وكل حاجه بس انت برضو في عقل ما اقدرش اقول اصل ما رضيتش ازعل فلانه اصل ما رضيتش ازعل فلان اصل كذا. يا جماعه نحترم هذه العلاقه شويه هذه العلاقه زي ما بيتقال كده اشرف من ان احنا نهينها بس سريعا استاذ شريف في فكرة عشان وقتنا. انا عايز بس اوصلها ان هو اذا ما حصلش تعارف خارجي عن طريق عمل او عن طريق دراسه ايه الحل؟ نقعد كده ايه المانع ان انا اشور على اخويا اقول له ايه انت ما بداتش حياتك الزوجيه ليه؟ طب فين يا دكتور بقى انا؟ لا في بنت خالك وبنت عمك وجيراننا وكذا الناس طيبين هو ده الصالون ده ايه المشكله؟ لا عند بعض انا اتكلمت على الراجل اهو عند بعض الناس على واحد. مفيش مشكله احنا كده هنخش في يعني ما هو طيب. ده هو ده يعني انت بتقدم له نصيحه مش اكتر لكن مش بتفرض عليه برضه ما قلتش واحد ما قلتش بنت قلت ولد على حد حاجه هذه العلاقه اقدس من ان احنا نفرض فيها حاجه على حاجه لو قرار واختيار وقرارك واختيارك ما حدش يقول لي بعد كده غصب عني وترجعوا تزعلوا. انا بشكركم شكرا جزيلا دكتوره هبه عبد العزيز الكاتبه الصحفيه المتخصصه في شؤون المراه شكرا بشكر ايضا دكتور شريف العماري مدير المركز الاستشاري للاسره والمجتمع. مشاهدينا بشكركم كلكم اللي بعتوا لحسن المتابعه والناس كمان اللي اتصلت وان شاء الله القاكم دايما كل خميس وجمعه 9 من 9 ل 11:30 ونهايه الاسبوع فكونوا على موعد.